الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم لله الحمد على توفيقه ومنه وإحسانه أن أبلغنا شهر رمضان سنوات عديدة، ونسأله أن يمد في أعمارنا حتى نشهده أعواما مديدة بإذن الله. فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والصيام والقيام، وكل عام وأنتم وكل عزيز عليكم في خير وصحة وعافية وسعة رزق. وعاده الله علينا وعلى الأمة الجزائرية والأمة الإسلامية بالخير والصحة والهناء، وهي ترفل في ثوب العزة والسؤدد والكرامة في هذا اليوم المبارك، في هذا اليوم الجميل الذي نشهد فيه الفرحة، الفرحة هذه التي عمت كل ديار المسلمين، كيف لا ونحن في هذا اليوم يوم الجائزة بعد عمل شاق وجهد جهيد من صيام وقيام وفعل الخيرات في طاعة ربنا، نحتفل بهذا اليوم الذي هو عيدنا، عيد أمة الإسلام. فصح عيدكم، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا، وإن شاء الله يا ربي لا يذر منا شقيا ولا محروما في هذا اليوم بإذنه تعالى. إن شاء الله سنكون معكم اليوم طيلة ساعتين ونصف من الزمن في هذا الفضاء اليوم الذي أرادته قناة القرآن الكريم أن يكون فضاء ومنبرا للبهجة والفرحة. وسنتكلم اليوم عن محاور كثيرة، سنتكلم عن دلالات العيد ومعاني العيد ومعاني الفرحة، كيف نشعر بالفرحة، كيف نربي أبناءنا على حب هذه الأيام، كيف نظهر الفرحة حتى يفرح بنا ربنا سبحانه وتعالى، والعديد من النقاط بإذن الله تعالى. ولكن اليوم إن شاء الله ستكون حصة دردشة فرحة، مايش مثل الحصص المعتادة، لأنه اليوم ينبغي أن نفرح، ينبغي أن يظهر الحبور والسرور على وجهنا وعلى قلوبنا وعلى ملامحنا. إن شاء الله نتمنى أن يعم وتعم هذه الفرحة في بيوتنا، في طرقاتنا، في مدننا، وإن شاء الله يا ربي كل عام وإحنا هكذا، وإن شاء الله ربي ينزل علينا خيره ويمنه وبركاته بإذن الله تعالى. وباسمي نيابة عن كل طاقم قناة القرآن الكريم أتقدم نيابة عن زملائي بالتهنئة لكم أيها الجمهور العزيز على قلوبنا جمهور قناة القرآن الكريم بأسمى عبارات التهنئة والتقدير، وإن شاء الله يا ربي كل عام ونحن بخير. ويشرفني في هذا البلاطو كوكبة من المشايخ والأساتذة الأفاضل حتى يشاركوننا فرحة العيد. أبدأ بيميني شيخنا حسن شيرود اللي اشتقنا له، وهذه غيبة، تقبل الله منا ومنكم، عيدكم مبارك، كل عام وانت بخير شيخ. وانت كذلك شيخ، في العيد مبارك لك وللأسرة والعائلة كما يقول المشاهدين ولشيوخنا الكرام. وانت الشرف ان نكون معهم اليوم مع هؤلاء العظماء، يعني انا علماء ان شاء الله رب العالمين، وبارك الله في جهودهم، وطلب ان يعيد لنا هذا العيد مرارا وتكرارا ونحن في الف عافيه وخير وبركه، والعالم الاسلامي كله مزدهرا في دينه وعقيدته واخلاقه وادابه، ونوفق الجميع ويشفي جميع مرضى المسلمين وفي المستشفيات، وأن يبارك في شعبنا وفي أمتنا بإذن الله تبارك وتعالى يا رب إن شاء الله تعالى. يسعدنا أيضا أن يرافقنا في هذا البلاطو أستاذنا شيخنا الدكتور بزاز الخميسي، تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك، كل عام وانت بخير، والعائلة الكريمة، وانت ثاني كل عام وانت بخير لك والعائلة الكريمة ولكل الإخوة الذين يتابعوننا ولكل الجزائريين ولكل المسلمين في كل أنحاء العالم، إن شاء الله نقول لهم ربي يتقبل إن شاء الله. أمين يا ربي. أستاذنا محمد زغداني الذي نشرف اليوم أن يكون برفقتنا، إن شاء الله يكون الحديث معك ماتعا وشيقا كعادته دائما. أولا تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله الطاعات، إن شاء الله يا رب، والصيام، صحة عيدك أنت والعائلة، وإن شاء الله ربي يعيدوا علينا هكذا دائما وإحنا في بهجة وسرور وفرحة. نعم، شكرا خيرا في تقبل الله منا ومنكم من المشاهد الأكارم في مشارق الأرض ومغاربها، مشايخنا الأفاضل، لطاقم قناة القرآن الكريم، لكل الذين يتابعون، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه اليوم يوم فرحة دائمة بإذن الله عز وجل للمسلمين،
وتتجدد الأفراح على الناس في كل يوم من أيامهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. واليوم مشاهدينا الكرام كما أسلفت الذكر، الحديث سيكون إن شاء الله عبارة عن دردشات، يكون عن هناك العديد من الروبورتاجات في هذا الفضاء، هذا الحصة، حصة احتفالية بالعيد المبارك. إن شاء الله تعالى سننقل لكم التهاني، تهاني العيد، وأيضا سنتحدث عن المعاني الهامة للعيد التي ربما يجب أن نلتفت إليها وأن نحتفي بها وأن لا تغيب عن أذهاننا، لأن هذا اليوم يجب أن يكون حقيقة يوم فرحة. يجب على المسلمين أن يظهروا الفرحة، أن يظهروا السرور، أن يرموا كل خلافاتهم والأمور التي من شأنها أن تفرق بين الناس، ولا من شأنها أن تبت الضغينة، أو من شأنها أن الشيطان ينزغ بين الناس، فعلينا أن نتجاوزها في هذا اليوم. أي يعني يوم، أي شيء ينكد على الإنسان في هذا اليوم أو يذكره بحزن أو بشيء، عليه اليوم أن يتركه وراءه. واليوم إن شاء الله دائما تبقى الابتسامة على إن شاء الله على محيانا، وبإذن الله تعالى الكثير من المفاجآت في هذا العدد لهذا اليوم، أول يوم من أيام العيد بإذن الله تعالى. سنشارككم هذه الفرحة طيلة ساعتين ونصف من البث المباشر كما قلت مشاهدينا الكرام. بداية نبدأ معك دكتور بزاز الخميسي، يوم على غير العادة، التحليلات والتفكيك وكذا، نتكلموا بكل انسيابية وراحة. العيد هذا يا اللي هو من أكبر منن الله عز وجل على الأمة الإسلامية، ف ما هي أهم معانيه، أهم دلالات دياوله، وشنو هو الأمور اللي لازم على المسلم أنه يظهرها في هذا اليوم؟ بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة الكرام، السلام على الإخوة المشاهدين الذين يتابعوننا في هذا اليوم المبارك. نجدد لهم التهنئة مرة أخرى، نقول لهم عيدكم مبارك سعيد وكل عام إن شاء الله والأمة الإسلامية بألف خير أفرادا وجماعات. شوف أخوي نوفل، الحاجة الأولى مدام أنت قلت بأن ستكون دردشة، مليح دردشة ولكن ملعى أيضا بالمعاني. جميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ثبت عليه في السنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بساما، وكان يضحك مع الناس ويلاعبهم، ولكنه وهو يلاعبهم لا يقول إلا صدقا عليه الصلاة والسلام. فمهم أن نملأ حتى هذا الفضاء اللي فيه شيء من الاسترخاء كما عبرت عليه أخويا نوفل، نملأه ببعض هذه المعاني. أنا أعتقد أنه أحد أهم المعاني اللي نستفيدها من العيد هو أن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو دين رحمة، دين الوسطية، دين تاع الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. الدين تاع ربي ما عندوش مشكلة مع الإنسان، الإنسان كما هو لما يدين يلقى راحته. هذا هو المعنى. الإنسان اللي عنده نفس سوية، النفس السوية لا يمكنها إلا أن تجد راحتها في هذا الدين. من الأشياء اللي علمها العيد للمسلمين وعلمها للنبي عليه الصلاة والسلام أن العيد بالنسبة للمسلمين هو مظهر من مظاهر الحياة التي يجب أن يعيشها الإنسان المسلم. بعض الناس يتصور أن التدين هو ذلك الحزم المبالغ فيه الذي ربما ما تشوفش معه حتى الابتسامة، عبوسا قمطرة كي تتبسم يقول لك أنت كيفاش راك تضحك وهي راهي واقعة لهيه وصارية لهيه وكذا. أعتقد أن هذا المعنى غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث على أن رب العالمين في هذه الأمة هذه أعطى لها البديل. ما يكفيش أنك تقول هذا المظهر غير مقبول، لا معلش، هذا المظهر غير مقبول. ما هو المظهر المقبول في الإسلام؟ المظهر المقبول في الإسلام أن أظهر فرحتي وأن أظهر بهجتي وسروري بمثل هذا اليوم، وذلك في رحاب الدين.
وأنا أتفيأ ظلال هذا الدين، وأنا أعيش معاني التدين أكون سعيدا، نكون سعيد وأنا مدين. مش معناه مدين لازم نكون عبوس قمطرر باش يبان عليا صح التدين، لا لا لا، التدين لا علاقة له بهذا. ما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما عليه الصلاة والسلام، وهو أسوة المسلمين وقدوتهم. فأول شيء أنه هذا الدين هذا دين وسط، فيه هذا فيه هذا المعنى المهم جدا الذي يجب أن نعيه وأن نعيشه في حياتنا كلها، أن الدين تاعنا دين تاع وسط. ورب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليحدث المسلمين على العيد قال لهم هذا راه بديل داره لكم رب العالمين على أعياد كنتم تعرفونها فيما مضى، ولكنها أعياد لم تكن تتقيد بضابط التدين الصحيح. فجاء الإسلام ومد البديل اللي هو هذا العيد، عيد الـ يعني هذه النقطة حتى نوضحوها، ما راناش حندخلوا كما العادة في نقاشاتنا ربما العميقة بين قوسين. يعني الدين ديالنا من الرحمة تاعو والسعة تاعو أنه إذا نحى حاجة أو منعك شيئا أعطاك البديل ديالك، ماشي يقول لك هذيك ما ديرش، ما تاكلش الربا وموت، بارك الله فيك، ما تشربش الخمر وما تشربش باقي العصائر والماء، بارك الله فيك. هذا الذي نريد أن نقوله، بأن الإسلام دين جاء للحياة، رب العالمين بث هذا الدين هذا حتى يحيا به الناس. القرآن الكريم يقول لتنذر به من كان حيا، الدين تاعنا جاء ليحيا به الناس. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الدين تاعنا دين تاع حياة، ودين الحياة لا يلغي كل شيء، يلغي الضار الفاسد ولكنه يعطي البديل الصالح الذي معه تعيش إنسانيتك وتعيش فطرتك وتعيش طبيعتك البشرية، ولكنك تعيشها في كنف التدين الصحيح اللي يضبط سلوكك، يضبط أقوالك، يضبط أفعالك، ويجعلك تعيش الفرحة ولكنها فرحة في ظل هذا الإطار الفسيح الواسع اللي يحدده لك الله عز وجل. ولأجل هذا تلاحظ أن الأحكام المتعلقة بالعيد فيها هذا المعاني المظهر، ولكن أيضا فيها معاني الجوهر. أما من معاني المظهر في الإنسان من السنة أنه يغتسل، أنه يتطيب، أنه يلبس الجديد إن وجد، فإن لم يكن فأحسن ثيابه ويبكر بالخروج ويمشي الناس كل حتى نظهر معاني الوحدة تاع المسلمين. فهذه المعاني هذه هي معاني في الشكل، ولكن المضمون هو القوي في العيد تاعنا، هو ارتباط فرحتنا بالتدين. كل شيء عندنا احنا الضابط فيه المحرك فيه هو الدين. حتى ونحن نفرح نفرح لاننا وفقنا في طاعه، حتى ونحن نفرح في هذا اليوم هذا الذي عند بعض الشراح الحديث قالوا هذا اليوم تاع الفرحه الصغرى التي يفرحها الانسان يفرح عند فطره، يعني عندما يكمل شهر رمضان، وقيل عندما يكمل كل يوم من رمضان. فإذا الذي يفرح إنما يفرح لأنه وفق في عبادته. معناه الإنسان الذي يعيش على هامش الدين بعيد عن الدين ما لا يتفيأ ظلال التدين هذا مسكين مغبون، والله لا مغبون، مغبون ومحروم. والذي يعيش السعادة الحقيقية ويعيش التوازن النفسي الصحيح هو ذلك الإنسان اللي يعيش التدين تاعو ويعيش الحياة، لأن هذا الدين دين الحياة. بارك الله فيك دكتور بزاز الخميسي. نحن أستاذنا محمد زغداني نتكلم عن هذه المعاني الجميلة، معاني الفرحة. الإنسان لازم يظهر هذا الحبور والسرور والفرحة والبهجة، أيضا حتى نعلم أبناءنا أن في ديننا فسحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعلم اليهود أن في ديننا فسحة. فتعرف احنا في هذا الزمان الآن زمن هذه القرية الصغيرة وزمن العمارة الواحدة كما باش ما ندخلوش في النظريات اللي نظرت للعولمة وكذا،
قلنا اليوم أردناه أن يكون يوم دردشة ومعاني وما ندخلوش في ولكن تكلموا بالأمور اللي يفهمها أي جزائري. تعرف أنه هذا زمان زمان التكنولوجيات هادو الهواتف فالناس تتأثر والغالب هو اللي يأثر بالثقافة تاعه. وللأسف الأمة الإسلامية ما راحش نقول حاجة جديدة ولا اخترعوا البارود، راهي تقاد يعني ماشي هي اللي تشد المقذف، يعني هي تسير في خلف الركب. فخاصة الأطفال كي يشوفوا أعياد النصارى ولا أعياد أخرى من الملل الأخرى والأديان الأخرى ربما قد يتأثر، يقول لك شوف هما كيف يلبسوا مليح ويديروا الحلويات وكذا. فهل من المعاني حتى نربي أبناءنا ونرسخ فيهم ثقافة حب أعيادهم لأنها من شعائر الله أننا نظهر هذه الفرحة ونلبسوا أولادنا جديد، دائما نحافظوا على هذه التقاليد، نشيلوا لهم النبابل، نديروا لهم الحنة، إلى غير ذلك من هذه المعاني الجميلة للطرف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن له وبعد. تحية طيبة مباركة مرة أخرى وتهنئة متجددة للمشاهدين الأكارم، وشرف عظيم أن أكون رفقة أخي الخميسي بعد طول الفراق مع أخي شيرود أيضا ومعك أخي نوفل مع المشاهد الأكارم في هذا اليوم الطيب اللي هو يوم فرحة كما ذكرتم، والتي لابد أن تظهر في كل المعاني وفي كل المظاهر التي يعيشها المسلمون، من بينها فرحة الأطفال. فعلا حينما نرى أن أبناءنا يتأثرون بالغرب، خصوصا أنه لهم طقوسهم ولهم مظاهر فرحتهم ولهم التسويق الإعلامي لهذه الفرحة، خصوصا ربما عايشت في سنة ما نهاية السنة الميلادية وبداية السنة الميلادية، فرأيت فعلا أنه خصوصا الاهتمام بفئة الصغار تحديدا من حيث اللعب التي تشترى، الشوكولا التي توزع بشكل شبه مجاني، التزيين الشوارع وغيرها مما يضفي جوا حقيقة الفرح بلا مزيتك. نعم، اللي ما راهوش مسلم وما عندوش مبادئ إسلامية ثابتة راسخة يقول لك أتمنى أن أكون مثلهم أو أن أكون منهم لأحظى بهذا الفرحة والأجواء الرائعة. وهذا حينما تنظر إلى مجتمعاتنا نحن كمسلمين سواء في عيد الأضحى ولا في عيد الفطر، فعلا تجد فرحة بهذا العيد وفعلا تجد اهتمام بالصبي الصغار، ولكنها عند البعض للأسف الشديد مقترنة بشيء من التذمر، تذمر تاع غلاء المعيشة، تذمر تاع استغلال البعض لهذه لفرصة العيد من أجل تسويق بعض الألعاب التي كانت ربما بعشرة دينار تحول إلى 100 دينار وغيرها من الأشياء. للأسف الشديد المغالاة في أضاحي العيد وإن كان لا 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 بالنسبة للإنسان المسلم لا يغلو عليه أي شيء لأنه أضحية يتقرب بها إلى الله عز وجل، وبالنسبة أيضا حتى في فرحة العيد بالنسبة لأبنائه لا يغلو أي شيء. لكن نطلب نحن كمسلمين، نحن كما ذكرت مسألة القرية، لو أننا أجرينا حتى مش مقارنة يعني شبه مقارنة في نهاية السنة الميلادية وفي أعياد الميلاد بالنسبة لهم تكون فيه تخفيضات، صح. بالنسبة لنا ليست تخفيضات إنما تتضاعف الأسعار للأسف الشديد، وهذا فيه ربما من حيث لا ندري الجشع الذي هو داخل بعض الناس للأسف الشديد يجعل الناس يحسون بالضائقة والشدة إذا حل العيد وكلهم يتمنى أنه ليته لم يحل للأسف الشديد. وليست هذه المعاني اللي حبها الناس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم سيد الخلق حبنا في هذا اليوم كامل متراحمين متراحمين، قال لك حتى اغنوهم عن سؤال يوم العيد باش واحد ما يحس روحه محتاج والا يحتقر نفسه امام الناس. نعم، ولعل هذا التكافل القهري اللي بلمزيه حتى واحد كما ذكرت في عيد الاضحى يخرج ثلثا من اضحيته ليعطيه الفقراء والمساكين حتى يفرح الناس كلهم، صحيح. وفي عيد الفطر يخرج زكاة الفطر حتى يغنيهم عن السؤال في هذا اليوم حتى يفرح كل الناس ولا يحس حتى الفقير اللي ما عندوش حتى هو يخرج زكاة الفطر. وهذه لفتة يعني إنسانية رائعة جدا، إنه أنا فقير محتاج حصلت قوت يومي فما زاد أخرج منه زكاة الفطر حتى أشعرك بأن هنالك بعدا إنسانيا بيننا، مش لأني فقير أرني دون ما هو دونك أنت لأنك غني، بل أنا أتساوى معك في هذا الوحدة الإنسانية إن صح التعبير وأكون متضامنا مع غيري مثل ما تتضامن أنت وعندي إحساس بخوي المسلم. هذا الشعور وهذا الإحساس الذي نطلب أن يكون من الجميع هو الذي يدعونا لأن
تكون فرحة العيد أن يسهم فيها الجميع بأن كل واحد ينقص من نفسه شوي. يعني بمعنى أنه ولي الأمر يعني الأب ولا الذي يصرف أو المنفق ينفق دون حساب، والذي يعمل في التجارة يتاجر ولكن مع مراعاة الرحمة لأولئك الذين قدرت عليهم أرزاقهم، يعني بحيث أنه فعلا احنا نشوفه وخلال شهر رمضان هذا وفي خواتيم الشهر من خلال جمعيات خيرية كثيرة هناك تضامن وقفة رمضان وهدية رمضان والبسة العيد وكسوة العيد وزكاة الفطر، يعني تشوف فعلا أنه تلك الفرحة كيف تدخل فعلا لبيوت أولئك الأيتام الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يفقدوا المعيل وأن لا يكون لهم مورد رزق يعني يوسع عليهم، فعلا تحس الفرحة. ابن صالح الدين نحييه بالمناسبة، شكرا بارك الله فيك. ابن أستاذنا كان بين الفاعلين في الخير طيلة شهر رمضان، وأنا كي شفته قلت له على كل حال يعني كما يقال قديما يعني إذا طاب الأصل طابت فروعه. شكرا بارك الله فيك. والشيء من معدنه لا يستهجن ولا يستغرب. صحيح، الله يرضى عليك. فهذه المعاني اللي دائما نحبوا نشوفوها في ابنائنا، لانه احيانا كاين بعض المشوشات هكذا جينا في الاعياد في العشر الاواخر تحب وكانها تحيدنا ولا تخرجنا على هذيك الفرحه. فمثلا قال العيد ما لازمش نستقبله بالحلويات والحنة. اخي خليني خلينا من هذا هذا الفكر الذي اصبح انا اتصور انه عفى عنه الزمن. يعني تجاوزناه فعلا، انه مساله هل الحلوى بدعه وانه الاشياء التي بدع فيها الناس كل ما هو عادي وعبادي على حد سواء، فهذا ربما اتصورها عفى عنها الزمن، واعاده الحديث عنها هو اعاده احياء ميت. فاتصور ان نتجاوز هذا الموضوع لنتحدث على انه فرحتنا مع ابنائنا في ايام العيد لابد نحن كاباء وامهات نشعرهم بانه فرحه فعلا، انه البالونات التي ذكرت والالعاب وغيرها من الفسحه، زياره الاقارب، اللباس، يعني كلها نشعر ابنائنا فعلا باللي هي فرحه لابد ان تدخل بيت كل مسلم، ونبعدهم عن الاحزان. وهنا افتح قوس، ربما تحدثتم مع الشيخ خميس على مساله الفرحه، افتح قوس ان العيد للاحياء وليس للاموات. احنا للاسف الشديد من بين ما دخل مجتمعنا ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا سلفهم ولا سلف سلفهم، أنه الناس يوم العيد يروحوا للمقبرة. جميل، وهذه النقطة اللي أستاذنا زغداني اللي نحيلها لشيخنا شيرود حسن. احنا كنا تكلمنا أمس تناقشنا شوية هذا الموضوع في روح الصائم كان آخر يوم، قلنا أنه الحكمة أصلا من هذا اليوم، واليوم هذا إنما شرع للفرحة للبهجة للسرور. فبعض الناس وبعض العادات التي ربما يستوجب إنكارها هي هذه عادة توارثوها ربما الأجداد ولا أدري من أين جاءت، أنهم هذا اليوم بالذات الناس تروح تزور المقابر فترى المقابر ممتلئة، فما تشوفش أنه يحصل العكس، أنه الحكمة ومشروعية هذا اليوم ربما قد تروح، لأنه أنت يعود يولي الإنسان من المقبرة يولي منكسر، يولي يفتح جراح يرجع غضبان أسفة. أكيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبارك في الشيوخ الكرام. هي حقيقة الإنسان المسلم يعني يفهم بالاعتقاد نتاعه أنه يوم العيد، يعني الغالب من الناس وكان الناس اللي فهموا يوم العيد يروح يبكي في المقبره ويجيب ودموعه، واحد يقول لك انا زرت المشيخ اللي كنت في المقبره وجيت نبكي ودموعه تسيل، ومش عارف المقصد من العيد حقيقه. هو المقصد من عيد جنب، يعني زياره المقابر عندها ايام اخرى وعندها عام وعندها طول السنه تتوالى، وما عندهاش وقت في الليل في النهار الوقت اللي حبيت، لكن خلي الايام الذي فضلها الاسلام والقران والرسول صلى الله عليه وسلم وخلى الناس تتسامى. يعني لما واحد يروح المقبره ويجيب كي شيخ ما نظنش يزيد يروح باباه والخوه وكذا يحزن ويهم ويدير الدنيا انتهت وخلاص ما كاش فيها سيروله بعد ولا، ولكن نهى النبي عليه الصلاه والسلام لان هذا يوم عيد. وهذا يعود لك مسال الشيخ استاذ زغدان، يعني حقيقه العيد هذا اسمحوا لي بالعباره خاص للاطفال. احنا كبرنا وشبنا ونصبر ونعرفوا، لكن الاولاد لازم نغرس فيهم هذا الامر، نعم فرحوا كما قال الاستاذ بالعاب مش عارف كيف اي وسيله كانت تلذذ صدورهم وتحيي فيهم مبادئ الاسلام وتسامح الاسلام وتآخي الاسلام وتآلف الاسلام. هذا عيد الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت لي جاريتان تغنيان
يعني واحد يسمع بيض العاص يقول مهبل هذا مش مقبول. يعني كانت غنيان تقول والرسول صلى الله عليه وسلم تسجد ببردته وحول وجهه الى الجدار وخلاهم طالب الحريه المطلقه. وشكون اللي يجي يجي الصادق الصديق رضي الله عنه وارضاه ابو بكر الصديق يتعجب يقول سبحان الله العظيم أم ينكر عليهم يقول أمزمار الشيطان في بيت النبوة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أبو بكر يعني وما أدراك ما أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار رضي الله عنه وأرضاه يقول كيف في دار الرسول صلى الله عليه وسلم. مفروض الإنسان احنا لما نلقى أستاذي جاز بعض الأشياء نصمت يعني ولكن أراد أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع الغطاء وقال دعهم يا أبا بكر إن هذا اليوم إنما هذا اليوم لكل قوم عيد وهذا عيدنا خلينا نفرح في عيدنا بمعنى الكلمة. معنى نقول للناس اللي حب يجيب الأحزان والألم ويذكرنا بأشياء الدنيا هكذا كل يوم هو في شأن ربنا جل جلاله وتلك الأيام ندوله بالناس. خلي الأولادنا حتى احنا عندنا جرحات وعندنا أمور ممكن يتذكر الأشياء خلي أولادك دخل لهم السرور دخل عليهم البهجة خليهم يحسوا أن اليوم عيد. عندنا المسلمين نعمة كبيرة مش حلال حرام الجنة النار. بعد الخطب يقول لك هذاك الإمام ما بكيناش اليوم أنا ما جيش من بكاكم هذا يوم عيد لازم قصص لازم حاجة تثلج الصدور حتى تروح تحسب لي عندك نعمة. هذا الدين عظيم وهذا العيد من يأتي يأتي بعد جهد ومشقة وقيام وصيام وتلاوة آخر والأستاذ يقول لك بعد الإنفاق جمعية خيرية وتكافل وصدقة وفي رمضان ثم يعطيك ربي فصحى أفرح أفرح بأنك وفقك الله عز وجل لتأدية الصيام. لولا رحمة الله عز وجل ما استطعنا أن نصوم ولا نصلي ولا أن نكمل بجهدنا الضعيف هذا الأمر إلا تقويم الله عز وجل. نفرح على أنه أمدنا ووفقنا وهدانا ونسأل الله عز وجل يتقبل منا. وسموه العلماء بعد حد كثيرة يوم الجائزة. يعني وش الجائزة وشني يعني الإنسان يجهد يجهد ومعدو جائزة وهذا اللي دي جائزة يضحك ولا يبكي يضحك. أنا كل واحد يشوف لما يكرمه يضحك ويفرح. يعني ممكن يقول لك أنا لا أستطيع أن أعبر عن شعوري وعن فرحي كذلك لا نستطيع أن نعبر مهما قلنا لأنه عيد أكرمنا الله تبارك وتعالى به. ولذلك على المسلم أن يدرك معنى العيد. معنى العيد تبسم لخوك يعني وعليه تبسم لخوك لأن يحس أخوك أنت أخوك مسلم. نؤمن برب واحد ونبي واحد وقرآن واحد وقبلة واحدة نتزاور نتغافر نتسامح نتراحم لأنه يوم عيد نترك كل شيء من ورائنا. لماذا؟ لأنه عشنا أيام طهر جوارحنا صقلت قلوبنا تنقينا طهرنا صمنا صلينا قمنا بكينا تلاوة القرآن الكريم. يوم الأيام عندك ربي جائزة ما تكونش عبوسا قمطريا. كان بعض الناس يضحك لما يدخل أستاذ لداره تقول هذا الحرب خرج بفتنة ومش عارف ايه وعد الضحك لا بكاء لا ضحك لا بتبسم لا ولو وعد هذا هو الدين يقول هذا هو لازم تشدوا وتهوسوا وانا خاوتنا في فلسطين وفلسطين لا مشانهم حتى فلسطين والله يعلمونا كيف نفرحوا يديروا العاب ويديروا لاولادهم ورغم يعني ترى وتسمع يعني عن اليهود وما الى ذلك ما يفعلون بهم ولكن العيد يمروه بما يعرفوا كيف يفرحوا والتكلف يعرفوا كيف يفرحوا. هذه المعاني لا يجب استحضارها في مثل هذه الايام. نعم حتى يكره زيارة القبور في كل وقت ولكن كاين امور من فقه الانسان انه يعرف كل مقام من مقام الله يرضى عليك. نعم حتى العلماء كرهوا زيارة القبور يوم العيد ويوم الجمعة. روح فيها غير واحد اخر يخ ومن بعد نهار تزور الاهل وافرح وابسط وما الى ذلك حتى يتسنى نحس ونشعر بهذه اننا نعيد لأن عيد نعطي العيد قيمة. وإحنا هذا الذي إن شاء الله ندندن حوله كما قلنا اليوم في هذه اليوم في هذه الجلسة في هذا البلاطو اللي أردناه أن يكون يوم دردشة خفيفة عبارة عن مع استجلاب معاني العيد الحديث عن فرحة العيد وبهجة العيد. زميلتنا زهية هني في هذا السياق أعدت لنا ريبورتاج عن معاني العيد. لنشاهد هذا الريبورتاج سويا ثم نعود إلى دردشتنا في فرحة العيد. صح عيدكم. وش قلت لك أعطي لها؟ بعد شهر من الصيام والعبادة، بعد شهر الخير والبركة، نسعد أيام سعادة باستقبال عيد الفطر المبارك عيدنا. الله أكبر الله أكبر وسبحان
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر لما أنكر عن الجاريتين لما وجدهما في بيت عائشة رضي الله عنها وهن يعني يغني وهما يغنيان فأنكر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا وهذا عيدنا. ف كأنه صلى الله عليه وسلم يعني لم أنكر على أبي بكر رضي الله عنه إنكاره عليهما، لأنهم كانوا يعني كانوا يقولون شعرا وكانوا يقولون قولا يعني هو معروف عندهم. لكن يعني هذا يدل بأنه يشرع للمسلم بأن يفرح وأن يظهر السرور، لكن هنا يجب أن أنبه على أمر مهم، وهو هل لنا أو هل الفرح يكون بمعصية الله؟ هل الفرح له علاقة ب أو نعم له علاقة بمعصية الله عز وجل؟ يعني لزاما أن الإنسان يفرح يجب أن يفرح بمعصية الله عز وجل، فهذا خطأ كبير، فهذا خطأ كبير. والناظر إلى الكفار يعني قاطبة في أعيادهم يعني يقترفون كل أنواع المعاصي، لكن نحن في عيدنا يجب علينا أن نذكر الله وأن نتراحم وأن نتزاور وأن نتصدق، فهذه المظاهر هي التي تبين وتظهر عظمة هذا الدين. شرع لنا فيه الفرح فنلبس ونأكل احتفالا باكتمال شهر رابع أركان الإسلام، فنحسبه عند الله تعالى مقبولا. فهذا اليوم لا شك أن الكل يعلم بأنه يوم للاجتماع، يوم للتآلف، ويبدأ هذا اليوم في بدايته بالصلاة، وهو يوم يجتمع فيه الناس، يجتمع الفقير مع الغني، يجتمع الصغير مع الكبير، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نخرج النساء والأطفال لشهود هذا الخير. كذلك يشرع في هذا اليوم أن نكبر الله جل وعلا ونرفع الصوت بالتكبير، وهذا إظهار لشعائر هذا الدين. كذلك يشرع في هذا اليوم بعد التكبير وذكر الله عز وجل وبعد أداء الصلاة منظر عظيم بعد الانتهاء من الصلاة، وأنت ترى المسلمون يعني يتآلفون ويتبادلون التهاني ويقبل بعضهم بعضا أو يعانق بعضهم بعضا ويصافح بعضهم بعضا، فهذا يعني مظهر عظيم يجب أن نكون عليه في هذا اليوم. كذلك يشرع في هذا اليوم أن نكبر الله جل وعلا ونرفع الصوت بالتكبير، وهذا إظهار لشعائر هذا الدين. كذلك يشرع في هذا اليوم بعد التكبير وذكر الله عز وجل وبعد أداء الصلاة منظر عظيم بعد الانتهاء من الصلاة، وأنت ترى المسلمون يعني يتآلفون ويتبادلون التهاني ويقبل بعضهم بعضا أو يعانق بعضهم بعضا ويصافح بعضهم بعضا، فهذا يعني مظهر عظيم يجب أن نكون عليه في هذا اليوم. ولذلك فالذي يجب أن يعلم بأن المسلم له أن يفرح في هذا الدين. نعم، فديننا ليس دين يعني ينهى عن الفرح وعن السرور، بل يأمر بالفرح وبالسرور، لكن في مرضات الله عز وجل. كذلك ما يشرع في هذا اليوم ويستحب ويحبذ بأننا نصل الأرحام، ويا حبذا من كان له يعني مغاطعة بينه وبين جيرانه، بينه وبين أرحامه، فهذا يومك، فهذا اليوم هو يوم التراحم، يوم التآلف، يوم التزاور. هذا عيدنا، يوم الجائزة والفرح، يوم للقاء الأحبة وإتمام الطاعات والعبادات. صح عيدكم وكل عام وأنتم بخير. عيدكم مبارك وعيد كل زملائي في قناة القرآن الكريم، من زهية هني لكل زملائنا العاملين معنا في قناة القرآن الكريم، من تقنيين، من إداريين، من صحفيين، من كل عامل في قناة القرآن الكريم وفي مؤسسة التلفزيون الجزائري، نقدم لهم أسماء عبارات التهنئة والتقدير، وإن شاء الله يا ربي يعودوا علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله وكل الأمة الإسلامية يا رب العالمين. إذا نعود لك دكتور بزاز الخميسي، احنا نتكلموا اليوم قلنا في هذه الدردشة اللي دائما أصر دردشة المعاني هذه ديال العيد، أنه الإنسان قلنا لازم يفرح، لازم يظهر السرور، لازم يظهر كل ما من شأنه أن يسعد الإنسان، فربما
كاين أمر مهم أيضا يجب أن يكون في هذا اليوم، اللي هو أن الإنسان يسامح إخوانه وأن يتغافر، أنه يعفو عن ما مضى. وهذه محطة لله عز وجل جعلها لنا في هذه المناسبات. ربما بالك الإنسان في سائر الأيام قد يأنف، يعني يدير النف جهة ثقيلة هكذا، يروح يطلب السماح من خوه ولا خوه يدير يطلب منه السماح، ولكن هذه المحطة العيد مثلا فتجعل هذاك الكبرياء اللي ربما في النفس ينقص، ويعني تنحي شوية هذيك الحشمة. فلا يجب علينا أن نستغل هذه الفرصة هذه، حتى هذا الحسد والحقد والضغينة يا خويا نحوه شوية من المجتمع تاعنا، حتى الإنسان يستطيع أن يعيش في راحة. بارك الله فيك. صح، هو شوف العيد فرصة استثنائية لتحقيق بعض المعاني، من هذه المعاني هو المعنى الذي ذكرت، وأنت تلاحظ الحديث اللي كان ذكر فيه الشيخ شيرود منذ لحظات وعدنا سمعناه في الربورتاج، حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإنه يوم عيد، وكأن هذا اليوم ليس كبقية الأيام، فهو محطة استثنائية تحدث فيها استثناءات، تحدث فيها استثناءات لأن النفس تتهيأ لغير ما تتهيأ له في سائر العام. ولأجل هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع إلى غناء الجاريتين، فإذا كان هناك غناء في بيت النبوة كما يقول الحافظ ابن حجر، كان لأنه الحديث في البخاري، كان هناك غناء في بيت النبوة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، وكان الغناء من جاريتين وليس من رجلين، وكان الغناء على آلة ولم يكن كلاما هكذا يلقى، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ابن حجر وقف عند 11 محطة في هذا الحديث كلها ليظهر الاستثناء الموجود بالنسبة لهذا اليوم. فإذا المعنى اللي حبيت نقوله أنا باش نرجع لكلامك أخويا نوفل، أنه فعلا يوم العيد محطة استثنائية عند الناس ليس كبقية الأيام، ومن هنا فالنفس تتهيأ لمثل هذه المواقف، مواقف توسعة على الأهل، مواقف أنه الإنسان يكظم غيظه، أنه الإنسان يقبل أنه يقول أنني أعتذر، أنه الإنسان لما يقول له اسمح لنا يقبل يقول السماح. هذا 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 مهم جدا. تصور لو كانت كل الايام نفس الميزان، نفس الريتم ولا محفز، صعب ان تجد مناسبه. في العيد مناسبه، خاصه وانه المغفره رب العالمين اعطاها لكل الناس ومنع منها شخصين، هما هؤلاء الناس اللي يتشاحنوا بيناتهم. هؤلاء المغفره تكون معلقه في انتظار أن ينهي هذا الشحناء والبغضاء التي بينهما، فكأن هذا دافع واحد آخر إلى أن الإنسان المسلم يسعى إلى إنهاء الخلافات اللي موجودة بينه وبين إخوانه، خاصة إذا رانا في وسط العائلة يا خويا نوفل. وهذا الخطير أنه أحيانا تلقى هذا الشحناء هذه بين شكون، بين الأخ وأخوه، الله يعفو بينا، بين الأب وابنه، بين الأم وبنتها، بين الإنسان وعمته وعمه وخاله وخالته، يعني في هذا الرحم القريب اللي قالنا رب العالمين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هذا أبسط معاني الولاية، أنك تطلب السماح وأنك تسامح أيضا لما يعتذر إليك. فإذا لا شك أنه هذه المناسبة، هذه العيد محطة لإحداث بعض التغييرات في النفس، تسمح لنا بأن نستدرك بعض الأشياء اللي ربما الأيام العادية تقف عقبة في تحقيقها. فالعيد يسمح لنا بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه أفضل الرجلين الذي يعتذر أولا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا،
وخيرهم خير منهم الذي يبدأ بالسلام. خيرهم الذي يبدأ بالسلام، مش شرط خيرهم الذي ظلم ولا خيرهم الذي اعتدي على حقه. اللي ملك القوة النفسية والروحية باش يقدر يقول يا أخويا اسمح، ما عنده مثرى. هم ناس العام اللي فات صاموا معانا، هذا العام هذا ما صاموش معانا. شكون اللي عارف كم سيعمر، شحال راح يعيش؟ مات الصغير ومات الكبير، ماتت المرأة ومات الرجل. فهذه المعاني لما يستحضرها الإنسان المسلم في مثل هذا المواقف هذه يستطيع أن يهزم هذا الأنا اللي الداخل لساعاته يكبر الشيطان عليه لعنة الله، يضخم بواحد الشكل غريب جدا. وهذا الكبر هذا هو الذي أخرجهم من الجنة، ولأجل هذا هو يحسن جيدا أن ينفخ في أبو جهل المهالك وإبليس. صح، كبر هذا أكبر عدو للإنسان، هو أول عدو، هو الذي أخرجه من الجنة، وبسببه رب العالمين يمنع الناس من دخول الجنة. الكبرياء رداء الله، ما يجوزش لأي إنسان أن يلبس هذا الرداء. نحن عبيد الله، نحن عباد الله، أمرنا أن نخضع جباهنا وأن نخضع أنفسنا لله عز وجل. فمهم جدا أنه في مثل هذه المحطة أن الناس تستحضر هذه المعاني وتروح لبعضها وتتزاور. ولا أظن أنه واحد يطرق بابه ويجيه واحد يقول له السلام عليكم يا سيدي كانش قهوة، ويقال له لا أرجع من جيت. يعني صعبة، يعني صح ثقيلة، يعني ما يش من طيباء وخصال جزائري، ما يش من طيباء وخصال جزائري، لا من لائم اللي هذا كما يقولوا أش طامع في باب الجافيين تلقاه، هذاك يعني خلاص لا يرتجى منه أي خير. أما الأصل أنه كل واحد يسعى إليه بهذا السبيل هذا يلين صح. يلين جانبه ويغفر ويسامح، واللي غفر وسامح راه خبى، راه خبى، راه 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 ادخر عند رب العالمين الشيء الكثير، ادخر عند رب العالمين الشيء الكثير. ولازم نعرفوا بأن وحدة المسلمين أصل من الأصول التي جاء القرآن الكريم لترسيخها في المجتمعات، وكل ما من شأنه أن يحدث هذا التفريق بين المسلمين أفرادا وجماعات فإنه نداء بعيد وغريب على معاني القرآن الكريم، غريب على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم، بارك الله فيك. العفو. دكتور شيخنا محمد زغداني، هذه المعاني أيضا الرائعة اللي يتكلم عليها أستاذنا بزاز الخميسي، أنه الإنسان ما يعيش بهذه الأثقال من الأحقاد، والإنسان قد ما يسر ييسر الله عليه. ولا تحبون أن يغفر الله لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه المعاني الجميلة لما تسود في أي مجتمع، خلينا معلش أنا أحن شوية، يقول العلماء الاجتماع وكذا، هذه هي المعاني القوية اللي تمكن وتربط المجتمع وتجعله مجتمع قوي. يعني لما تكون معاني الوحدة، معاني الأخوة، أواصر التضامن، الشعور بالآخر، يصعب على أي غازي ولا على أي واحد يكيد لهذه الأمة أنه يفت في عضدها، يعني أنه يدخل لي يدير لهم. فهذه المعاني كيف نستثمر فيها؟ الدين تاعنا عطاها لنا، نعم. موجودة في الكتاب احنا، ولكن كيف ننزلها؟ يعني كيفاش نطبقوها ونعيشوها في حياتنا، نتمثلوها في أيامنا؟ نعم، لعل أيام العيد هي الفرصة التي تمنح لنا السنوية مرتين، مرة في عيد الأضحى، مرة في عيد الفطر، حتى نرمم ما انكسر ونصلح ما فسد ونعيد ربط ما انقطع. وليس الواصل بالمكافئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الواصل من وصل من قطعه الناس. هذه المفهوم الذي لابد أن نفهمه احنا كأسرة، كعائلة، نتزاور فيما بيننا، هذا الشيء العادي الذي لابد أن يكون. لكن غير العادي الذي نؤجر عليه أكثر من غيره هو أن يكون فيه انكسار في رابطة وفي علاقة من العلاقات، خصوصا علاقات ذوات الرحم، وأنا أسعى إلى ترميمها. فلي الأجر ولغيري الأجر إن انصاع أو إن انسجم مع هذا الترميم الذي حصل بعد الانكسار.
وقد جاء ذلك الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شد على يده وشجعه على هذا المسعى: إن كنت كما تقول، إذا فعلا هذا الكلام صحيح، فكأنما تسفهم الملة ولا يزال لك عليهم من الله ظهير. معناها أنت راك منتصر عليهم في كل الحالات، ولكن عليك أن تسعى وأن تواصل على هذا المنوال. ما هوش الإنسان حينما يطرق الباب المرة الأولى فيلاقى بوجه عبوس قمطرير، أو يلاقى بكلمات لا تليق، فإنه يقول خلاص أنا بذلت ما علي وانتهى الأمر، وقد أعذر من أنذر كما يقال. لا، بل أسعى الثانية والثالثة والرابعة، لعل الله عز وجل يبعث لينا في قلوب أناس ربما جفت قلوبهم لسبب من الأسباب، ونقول لهم كما كان يقول أخوي الخميسي: أنه لا ندري دالة الأجل كما يقال عند من، هل هي عندي ولا عند الثاني ولا عند الثالث وعند الرابع. وشاء الله سبحانه وتعالى أن أعايش أحداث وفاة كثيرة جدا، يأتيني بعد ذلك أناس يبكون يعني بكاء مرا، لأنه كان عندهم خلاف مع الشخص المتوفى الذي توفاه الله عز وجل، ولم تتح لهم فرصة أن يصطلحوا معه. يعني هذاك الندم الذي تشعر به أنت، الذي قصرت في حق هذا الإنسان حينما كان حيا، عليك أن تشعر به وأنت على قيد الحياة، وترمم من كسر حتى لا تشعر بالندم حينما تفارقه أو يفارقك. ونحن دائما نذكر حتى نحن صغار هذه المقولة التي ظل الأئمة يرددونها في كل صلاة عيد: التزاور، التراحم، أن نطوي صفحة الماضي، أن يكون فيه تغافر. كلمة تغافر هذه لا نسمعه إلا في كلمة في العيد. وتغافر بمعنى أن يكون من الطرفين في الاتجاهين. ونحن دائما نسعى ونطلب الله عز وجل أن يغفر لنا، ونذكر بمغفرتنا للناس مغفرة الله سبحانه وتعالى لنا: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما قال الله عز وجل. وذلك الذي كان يداين الناس كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا حل الأجل وكان صاحب الدين معسرا قال: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جازما: فتجاوز الله عنه. لأنك يعني أنت ما ركش أكرم من ربي سبحانه. نعم، سبحانه وتعالى، لن تكون أكرم منه. وإذاء الناس الذي بلغ الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. ادعوا له الصاحبة والولد، أشركوا به سبحانه وتعالى، أنكروا نعمه الظاهرة والباطنة، ومع ذلك إذا آب الإنسان: من جاءني سعيا أتيته هرولة كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي. فلن تكون أرحم ولا أرأف من الله سبحانه وتعالى، ولن تكون أيضا ولعن القدوة العملية التي نتمثلها اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم الفتح أوذي وجرح وكسرت رباعيته وأخذ ماله وقتل أصحابه، ويعني بكل أنواع الإذاء: اذهبوا فأنتم مطلقة. يعني كلمة واحدة: أخ كريم وابن أخ كريم. وذلك المعهود منه إذا كان فعلا نحن نريد أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ونريد أن نتمثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، فلنكن مثله أو مقدار معشار مثله صلى الله عليه وسلم، لأن هو الكمال صلى الله عليه وسلم، فنقتبس من أنواره من أجل أن نكون على نهجه صلى الله عليه وسلم لننال شفاعته بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يسلمك، بارك الله فيك شيخنا محمد صغداني. شيخنا أحسن شيرود، ربما أيضا مما يوتر بعض العلاقات بين الأسر واحد نوع من كما نقول احنا بالدرجة البوليتيك، قلت انا الكبير علاش ما يجيش عندي، وانا ما لازمش نروح عنده، هو اللي صغير عليا، وانا عندي 5 سنوات وانا نروح له وما يجينيش. هل هذا الشيء عنده اعتبار في ميزان الشرع؟ هل لازم الصغير يروح للكبير، ولا انت روح وخلاص؟ هذا هو الأصل، الأصل أنك تحافظ على صلة الرحم، على هذه الرابطة الأخوية، هذه الرابطة الأسرية. أكيد، بارك الله فيك. والشيخ ذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، أقول لك كبير ولا صغير. صح صح، ما تقابلش يعني النفس والعجب النفس، وأنا من جيش وأنا أكثر منه وأنا أقل منه. أنت بعض، لأن تقتل الشيطان تروي ذليلا حقيرا لا قيمة له، ويرفع اسمك وشأنك عند الله عز وجل، لأن ربي يحب العافون عن الناس. لا تحب ربي يعفيك سبحانه. وإحنا خارجين من رمضان،
وهنا علم الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة عائشة: إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: أقول: اللهم إنك عفو تحب العفو، ماذا؟ فاعفو عني. أنت كيف فيك رب العالمين وأنت يعني ما تحبش على الناس ولا تسامح؟ ومن بعد ماذا؟ أنا أروح كلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ أدرى به مني، الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا عن رجلين قل جثي عند يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى الركب، وجاء واحد شاد صاحبه يعني عند ربي سبحانه وتعالى، يقول: فقال ربي خذ لي حقي من هذا. قال الله تبارك والآخر: أعطي حقك حق أخيك له، يعني أعطيك ما يأخذ يقترض منك يعني حق مظالم وما إليك في الدنيا. قال: ربي أخذت أعطياتي، ما عندي حسنات، وش نطير ونطير وما عندي ولو يسألوني الناس وهذا يظلم وهذا أتكلم بالناس ما عندي شيء. قال الله تبارك وتعالى الآخر: انظر الله تبارك وتعالى وحار هذا الرجلين، قال: لقد نفنيت حسنات، قال ربي فليأخذ عني من سيئاتي. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ضحك وبكى صلى الله عليه وسلم، يعني قال ذلك اليوم يتمنى الناس من يأخذوا عنهم يعني من أوزار تفضح أمام الخلائق. قال فأخذ، قال ربي كيف يعني أنا ما عندي حسنات ونأخذ من سيئاته. قال الله تبارك وتعالى يقول لصاحب الحق، يقول: يا عبدي انظر إلى الأفق، انظر إلى السماء. قال فنظر فرجع وجد مدائن وحدائق وقصور تلألأ من الجنة، فقال: يا ربي لمن أهي لملك أم نبي أم لشهيد أم رجل صالح؟ قال: لا يا عبدي. قال: لمن يا رب؟ قال: لمن يملك الثمن. قال: ربي ومن يملك الثمن؟ قال: أنت تملك الثمن. قال: بأي ثمن؟ قال: بعفوك على أخيك، وجرد قول السلام عليكم سامحنا، وش ينقص لك؟ ينقص لك عين يدرج ما تبقى هو يبقى شيخنا وفلان، يبقى الأستاذ فلان، يبقى الشيخ فلان، يبقى عادي، ولكن تكبر في نظر الله تبارك وتعالى. وهذا الذي نرجوه، أن يذكر اسمنا تبارك وتعالى. ربي يقول: فمن عفى وأصلح أجر على من؟ الله. لا عمره على السعد، على الله. والكريم إذا أعطى أدهش، ربي لا أعطاك. ولذلك حتى الصيام يقول: لي العمل كله لبني آدم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزبي، لأنه يقارن بالصوم بالصبر، والصبر ما عندوش حدود في الأجر. ولذلك المؤمن الذي يعرف كيف تأكل الكتف كما يقولوا، ويعرف كيف يستغل هذه الفرصة، وخاصة نحن خرجنا من رمضان، مش رمضان كنا نقوم ونصوم كما يقول جابر رضي الله عنه وارضاه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشد يعني أذاك على الناس. احنا لما اتطهرنا وتنقينا، ولذلك آخر رمضان الإنسان ما يبقاش في الشحناء والخصوم. وحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح الجنة، أبواب الجنة يوم الخميس والاثنين، فيغفر الله عز وجل لجميع الناس إلى مشرك أو رجلان متشاحنان. وهذا قبل شعبان كذلك، حديث عظيم مبارك صلى الله عليه وسلم. يعني لما يحس المؤمن ربي يحب تعفو عليه بيعفي عليك سبحانه وتعالى. شوف انت تعفي على أخوك زلة، خطأ بسيط، ممكن خلاف، ممكن نقاش، ممكن كلام سمحته وما ثبتش فيه، ربي يعفي عليك سنين طوال وأنت بعيد عن الله تبارك وتعالى. لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، فإن تبت عفى عنك، بل تبدل السيئات إلى حسنات. وهذا ربي كريم سبحانه وتعالى، من لا يريد هذا الكرم؟ من يريد أن يعفو الله عنه؟ إلى عفاك عليك ربي وشني، معنى فزت فوزا عظيما، معنى تدخل الجنة، معنى عندك جواز تدخل بيت الله تبارك وتعالى في جنة عضو السماوات والأرض، معنى يحبك ربي سبحانه وتعالى. من منا كما قال نزلت الآية عن مبكل ذاك الرجل مصطح، هو تكلم في عرض عائشة وما إلى ذلك، وقالوا له: من انفق عليه والله وحلفه مصادق، وانا مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه. قال والله منزلي نتكلم في عرضه، ويعرف بنت الصديق وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمع الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وإيش قال أبو؟ قال: بلى. وبكر مبشر بالجنة، صاحب الرسول رضي عليه، قل: بلى يا رسول، أحب أن يغفر الله لي. ولذلك احنا معمرين يعني بالذنوب، ما كاش من منا له الحسنات فقط ومن منا له السيئات فقط. شكون احنا؟ كلهم خلط عمل صالح واخر السيئ. ذلك الرجل الذي نرجو رحمه الله عز وجل ونرجو ان يغفر الله عنا. ولذلك هذه فرصه عظيمه ان نتجاوز، ان نتصافى، نبعد عن الشحنه. الشيطان كان معتقل 30 يوم، ما خليش فرصه يضيع لك هذا الشهر العظيم المبارك اللي فيه الاف من الاجور العظام، فيه ليله خير من ألف شهر. 83 سنة، ممكن الإنسان لا يطيل عمره إلى هذه المدة الطويلة، لكن يكتب له هذا الأجر، هذا الثواب، هذا القرب عند الله تبارك وتعالى. فرصة عظيمة للمشاهدين أن نترفع عن هذه الحساسية. خش الأستاذ ذكرنا، تلقى أخوك في دار مع أخوه، ممكن مع الأم، ممكن يقول لك زوجتي وكذا، ممكن عن أب، ضيع هذا الفرص، ضيع أبواب الجنة تسد في وجهك، حتى ربي يغفر للناس ويعتقر الكثير من رقاب الناس. نسأل الله أن يعتق رقابنا في هذه الأيام المباركة. وللمشاهدين، أنت تحرم
معناه لا مكش مسجلين الذي تعتق رقابهم، ولا من المقبول حسناتهم وصيامهم، ولا من الذين تعطى جوائزهم. لماذا تعرضوا حق الحرمان؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمسلم يتعافى، يعني يتحوس الجنة، يتحوس مرضات ربي، يقيس أوزن. احنا نعرفوا الشطارة، نعرفوا في الربح في التجارة شحال نربح شحال، دير الربح والخسران في الدنيا والآخرة، قارن بين جنة وبين بطاطا رايحة، بين يعني متاع زائل، بين الدنيا تفنى ويفنى نعيمها ويبقى إلا الذنوب والمعاصي، بين يوم القيامة رب العالمين قال لك ينادي الناس الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق يقول: أين أحباب الله عز وجل؟ ما أظن. قال: يقوم بعض الناس لهم أنبياء ولهم شهداء ولهم صديقون ولهم مجاهدون، الناس فتوقفوا الملك: من أنتم؟ يقول: نحن الذين كنا إذا ظلمنا عفونا. ورب ينزل آيات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين. قيل: قال الرسول لم يعرف تأويلها، فجاء قال: يا أخي يا جبريل، ما تأويلها؟ قال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، يعني روح. وإحنا صلة الرحم هذه الأيام مباركة، الرحم معلقة تحت العرش، تقول: من وصلني، اسمع هذا تقرع القلوب، من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، يعني ليوصل الرحم يوصل ربي بالمغفرة والرحمة، وبرك أولاده في عائلته في تجارته في صيامه في قيامه. يا أخي أنت قطعت صلة بربي سبحانه وتعالى، لماذا تحرم نفسك؟ الرسول يذكر الصحابة يوما يقول: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول من يأبى؟ قال: من أطاعني. يعني ديننا عظيم كما كنت كلمة الشيخ، سهل ومشي معه الفطرة، سهل. احنا مش لما يدخل واحد بالاسلام عنده ممنوع عليك ممنوع حاجه قليله، بس احل لك الالاف وبيح لك الالاف. ولذلك ها نحن نتكلم على العيد، في ديننا فصحى، في ديننا فرحه، لتعلم اليهود وغيرها ان في ديننا فصحى. وفي حديث اخر يقول: جئت بالحنفيه السمحاء صلى الله عليه وسلم، كان يتبسم. كانت تقول عائشه رضي الله عنه وارضاه في الحبشه، يعني هذو الحبشه قوم في المسجد ويتلعبوا بالرماح والسيوف ويرقصوا، تقول عائشه: سمعت حبيت نشوف. قالها يا الرسول عليه السلام زوجته: يا عائشة تحبي تشوفي؟ قلت له: ايه. تقول عائشة: فوضعت خدي على خدي. شكون يدير لزوجته دور خي؟ نتحدى في هذا الزمن. خدي على خده وانا انظر حتى يعني شبهت. قالت: قال: اكتفيت يا عائشة؟ قلت له: خلاص هذا في يوم العيد. ولذلك لابد ان نغير هذه المفاهيم. هذا ديننا نعمه من نعم الله عز وجل، قدرنا وصمنا ووفقنا ربي، هذه نعمه كبيره. احنا طعنا الله عز وجل، ما عصينا، امتثلنا الامر. حتى عائشه تسال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، يعني ما حق الاجير، ما حق العامل في رمضان؟ قال: حق الاجير اذا وفى عمله يوفى الله له. يعني واحد يخدم 30 يوم وهو يخدم شيء مشغول، مع الاخر وش يعطيك؟ الكريم والله عز وجل، وش يعطيك؟ يعطيك الجنه. كشوا عندها مقابل الجنة؟ ما عندهاش مقابل. مجرد تعفو عن أخيك المسلم، تعفو عن زوجتك، على أولادك، على جيرانك، على أحبابك. روح لك ما قال لك الأستاذ بارك الله فيك: أنا روح نخلص القهوة، ما تعطينيش قهوة يا أخوي. يا أخوي اسمح لي، أنا غلط وأنت الإنسان الطيب وأنت الحاج، وبارك الله فيك. إبليس لعبها لي في رمضان، ما قدرش إبليس يعقبها لي، جيت مادام إبليس مازال ما خرجش. ونتسامحوا ونتغافروا، وحقك عليا كما يقولوا، وحط له راسك قدامه. ومش كما وقعت حادثة بلال مع معاذ بن جبل وما يتحاوروا في نقاش هذا معروف، وطلق أدلب دلوه بلال، قال: ليس هكذا. قال ابن معاذ بن جبل: حتى أنت يا ابن السوداء؟ يعني بكلمة بسيطة زعف بلال رضي الله عنه. وإيش كون بلال هذا؟ راجل مش متخرج من الجامعة، راجل ليس معروف بالصلاة، راجل كان عبيد يعني، وكرم ربي بالإسلام فشرفه أن يصعد على أشرف بيت وأعظم بيت وأقدم بيت يتكلم بكلمة التوحيد رضي الله عنه وأرضاه. جيش كل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني عيرني بأمي، وش دخل الجيلي بالحاجة الماضية؟ احنا تبدلنا ورانا صفحة ورا بيضاء ومسلمين ومع الرسول والسلام عليكم. ولذلك المسلم يجبش الخو لما يخاصمه يقول له: انت كنت هكذا وكنت هكذا، خلاص بليس هذيك. وهي مرة خاصم فاجر والعياذ بالله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: عيرته بأمي؟ قلت لا. قال لك؟ قالوا: نعم يا رسول، لكن انزل لك لسان ولا غلط. قال: انك امرؤ فيك جاهلية. بعد وش يدير معاذ؟ يخرج خارج المسجد وينتظر بلال، يضع رأسه على التراب وقل له: والله يا بلال لا أرفع رأسي حتى تطهر الرأس، عفس لي على الرأس بنسمع لك. وبلال وش يدير؟ وينوض يقبل له رأسه ويقول له: لا أطع ربي رجلي رأسا تسجد لله تبارك وتعالى. هذا الذي نريده العفو. ولما نتعافوش الناس صفحوا ونتناقشوا والجيران، والله يا أستاذ حضرت أنا بعض الأسر يعني هذا عنده جنازة وهذا عنده عرس وما حب يفرح يحزن معه، هذا مخرجين الميت من هذا ديال العرس ويطبل مسلمين صلوا في مسجد واحد.
لماذا هذا وتتركوا الجنة ضاعت منكم؟ إبليس يفرح يدير التاج قال المسلمين قلبت بيناتهم قهر الشيطان وعوده الله تبارك وتعالى إن شاء الله هذا أيام فرحني وألف الله إن شاء الله نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. مشاهدينا الكرام لازلنا مواصلين معكم في يوم هذا اليوم يوم البهجة يوم السرور يوم الفرحة يوم العيد يوم التراحم والتغافر والتزاور فدائما تحياتنا بالعيد المبارك وتمنياتنا نزفها لكم عبر خامسة التلفزيوني الجزائري قناة القرآن الكريم. لنا استراحة مع هذه الوصلة الإنشادية ثم نعود لمواصلة هذه الدردشة بإذن الله تعالى. صلوا على الهادي صلوا يا قاصد لما تصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا قاصد لما تصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه ربك ربك جل من ربك ورعاك فيك نفي الهدى وحماك ربك ربك جل من ربك ورعاك فيك نفي الهدى وحباك سبحانه سبحانه أعطاك خير رسالة لم يعطيها للعالمين سواك أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك مدحنا وثناؤنا والله بالقرآن زكاك لك يا رسول الله نبض مدائحي لو كان قلب للمديح فداك على طيبة ودوني أو خطوني أو ارموني عند الهادي محبوبي اشفع لي يا رسول الله يا حبيبي يا طبيبي ما لي غيرك مطلوبي على طيبة ودوني أو خطوني
المختار صلوا على طيب الاذكار محمد شرق الانوار صاحب الخاتم والمعراج صلوا على الهادي المختار صلوا على طيب الاذكار محمد شرق الانوار صاحب الخاتم والمعراج صلوا على الهادي المختار صلوا على طيب الاذكار محمد شرق الانوار أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا اليوم في فضائي العيد. دائما نزف أجمل التحايا وأجمل التبريكات بالعيد المبارك. فعندنا تهنئات من فضيل بن دادا يبعث سلامه وتهانيه بالعيد لكل من بنتيه فاتحة ونورهان. عندنا أيضا بالقاسم برابا يهنئ أبنائه بالعيد المبارك. كل من نوفل ومعاد وأسيا. أيضا إلى خالتنا أم خالد وفار أيضا نحييها بهذه المناسبة الكريمة بالعيد المبارك. وأيضا التهاني والتبريكات ستتوالى إن شاء الله تعالى ستصلنا تباعا. إذا نبقى في نقاشنا هذا شيخنا بزاز الخميسي نتكلم اليوم قلنا نبقى غير في هذه المعاني السامية والجميلة. ولما الإنسان يتمعن ويتأمل بعين المنصف سيجد الكثير من المشاكل والأشياء المحبطة للأسف. ولكن اليوم احنا بما أننا يوم عيد سنحاول أن نتجاوز الحديث عن هذا الشيء ونتكلموا غير اليوم على الجانب الإيجابي والمشرق والممتلئ من الكأس كما يقولوا. فالعيد هذا يعني كاين واحد المظاهر أيضا جميلة، وإن كان إن شاء الله غدا سيكون الحديث أكثر عن الفعل الخيري والعمل الخيري اللي كان طيلة شهر رمضان وأيضا في العيد، ولكن لا بأس بالحديث أيضا على الجانب الخيري اللي شهدناه أنه في السنوات الأخيرة بدأ يتنظم في الجزائر وبدأ يتهيكل ويتأطر حتى يعني ثماره أصبحت ظاهرة على الشرائح لها الشهر. أتوافقني إن شاء الله؟ لا 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 نوافق الرأي. وأنا كنا شهود لهنا من خلال الحصص اللي 30 يوم وحنا نعم من خلال الحصص اللي مضات جازت في قناة القرآن الكريم على كثير من الحقيقة المشاهد المشرفة والمشرقة من صور التضامن في المجتمع الجزائري، وتلقاها من واحد الطبقات الحقيقة تبقى غير معجب وفرحان أن تجد شباب في مقتبل العمر في عمر الظهور يتبناوا مشاريع كبرى تاع تضامن بين الجزائريين. لا شك ان هذه صوره مشرقه، صوره قويه جدا، مهم ان تبرز في الاعلام، ولكن مهم ايضا ان تبرز في حياه الناس. يعني كثير من الشباب في هذه الفئات العمريه ربما نؤاخذهم على بعض التصرفات وبعض السلوكات، وربما وجدت كثير من الكلام يتحدث على هذا الجوانب السلبية في حياة بعض أبنائنا، ولكن هناك صور مشرقة أيضا لشباب في مثل هذه السن، وشباب يحملون مشاريع تأخير كبيرة جدا. لما تلقى أنت شباب في عمر 19 و 20 سنة واقف لا يفطر حتى يفطر أولئك المسافرين وعابر السبيل ويتجشم الصعاب ويرفد القفة ويذهب بها ويطرق الباب تاع الفقير والمسكين والأرمل
ويدي لهم هذيك القفة تاع رمضان. هذه صورة قوية جدا، هذه صورة من الصور المشرقة التي يجب أن يفخر بها الجزائريون ويعتزون، وهي صورة تصنعها فئة عمرية تتهم في الكثير من الفضاءات بأنها فئة عمرية طيش ليست راشدة، بأنها فئة عمرية يغلب عليها الطيش وما إلى ذلك. فإذا هناك صور مشرقة. أنا هذه إشكالية، بما أن في الدردشة دائما كي نتحدث مع الوالد يقول لي هذه إشكالية قديمة، هذه تاع صراع الأجيال قديمة لا تختفي في أي حتى في أي مجتمع، حتى في المجتمعات التي تدعي التقدم الغربية، أنه كلما دخلت أمها لعنت أختها، كل ما تجي يعني جيل جينيراسيون مور أختها تقول لك احنا كنا أفضل منهم وهكذا دواليك. صحيح. إيه هذا ربما لا أدري، ربما مرجعه السوسيولوجي شوف هو جانب نفسي أنه الإنسان يريد أن يفتخر بتاريخه، يعني بإنجازاته وهو يرى بأنه ما أنجزه في ظرف معين يفوق ما يتم إنجازه، لأن الظرف اختلف. ولكن القاعدة الذهبية اللي قال الإمام علي رضي الله عنه أنه يجب على الإنسان أن يربي أبنائه وأن يعاملهم معاملة تختلف عن التربية التي تنشأ عليها وعلى المعاملة التي عمل بها، لأنهم خلقوا لعصر غير العصر بتاعنا. فلا يصح لا عقلا ولا منطقا ولا شرعا أن تكيف حياة ابنك اللي جاي الجيل غير جيلك أن تكيفه وفق المنطق الذي عشت به في ظروف تختلف تمام الاختلاف. ولكن الأبعاد الجمالية في كل جيل لا شك أنها وحدها تتكلم. أنت عندما تتحدث عن جيل الثورة، عن الشباب الذي فجر الثورة، ألا تشعر بالخشوع والإجلال لذلك الجيل الذهبي؟ شباب يا صاحبي في عمر الظهور يقررون يا صاحبي 20 و 22 و 24 سنة يقرروا يديروا ثورة. واحدة من أعظم الثورات في التاريخ البشرية، في تاريخ العالم، يديروها هؤلاء الشباب. لا يمكنك إلا أن تشعر بهذا الاحترام. هذه ما ناش نحكيه يعني في القرن العاشر ميلادي، ولا نتحدث على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على أسامة بن زيد، ولا على الصحابة الذين صنعوا هذه الأمور عندها نصف قرن. إيه، وعلى على 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 شباب جزائريين ينتميوا إلى هذه التربة، ينتميوا إلى هذه الطينة التي عجن بها في الجزائر، ينتميوا لهذه العقلية هذه التي تسكننا، التي نعيش فيها. وهذا اللي خلينا نستبشر إن الشباب إذا سما بطموحه جعل النجوم مواطئ الأقدام. صحيح. قلت خويا نوفل باش ما تروحش فكرة، قلت هذا الطينة اللي خرجت هؤلاء الناس تجعل الإنسان الجزائري يتفائل بأن مستقبل هذا الوطن لا يمكنه إلا أن يكون مشرقا بإذن الله. شوف رغم صعوبة الظروف اللي عاشوها الناس هذوك، ولكن اليوم الذي قرر فيه هؤلاء الناس أن يصنعوا لهذا البلد مجدها، صنعوا مجدها، وكذلك يفعل أبناؤهم وأحفادهم. شوف أنا عندي قناعة راسخة بأنه مستقبل هذه البلاد تاعنا هذه لا يمكنه إلا أن يكون مشرقا، لا يمكنه إلا أن يكون ناصعا بإذن الله، مهما كانت الأزمات التي نمر بها، مهما كانت يعني الخيرية باقية في الأمة الجزائرية. الخيرية باقية، والقوة تاع التحدي التي عرف بها هذا الإنسان على مر التاريخ حتى قبل ما يجينا الدين. هذا الإنسان الذي عاش في هذه الأرض تكوينه خاص، فلما جاء الإسلام أسبل عليه جماله، زاد الدين، لبس هذا الشعب هذا الجمال اللي موجود في الدين. ومن هنا فلا يمكن لمن يعرف هذا المكونات تاع الشعب هذا الا ان يؤمل باللي ان شاء الله مستقبلنا سيكون باذن الله تعالى مشرقا. انا كنا نتحدث على فعل الخير، وشوف وين مشينا، وهذا من الخير، وهذا من معاني الخير في الامه، انها تستطيع ان تصنع الجمال، وانها تستطيع ان تصنع الخير في الامه.
حتى لما ظنوا الناس بان هذا الام هذه باللي راحت وبادت وراحوا الناس للقبور وسالوا المقابر وسالوا الاحياء وسالوا الاموات وما لقوش اجابه، خرج في الجزائريين من يجيب، وكذلك سيخرج في الجزائريين في كل وقت من يجيب من يشكك باللي هذه الأمة هذه تملك. هي في الاحتفالية تاع 100 سنة. نعم، احتفالية 100 سنة من الاستخراب والاستثمار الفرنسي، حاكم الفرنسي آنذاك قال نحن لا نحتفل بمئوية استعمارنا في استعمارنا للجزائر، ولكننا نحتفل بالقضاء على الإسلام في هذه الأرض اللي كانت مرجعيتها تاعنا، لأنهم هم يعتبروا أنفسهم أنهم بنت روما وهي بنت الكنيسة. صح. فكان جواب الشيخ بن باديس رحمه الله فذاك العام في 31 تأسست جمعية العلماء المسلمين، وقال أسأل الله العلي العظيم أن لا يبقيها للقرن الآخر، وربي يحقق له الأمنية تاعه، ورانا نعيشه في ظل الإسلام الحمد لله يرخي سدوله على هذا الوطن، رغم أنه مكبرين مهللين الحمد رغم لله. رغم أنه هذا الكلام هذا فيه مغالطة تاريخية، لأنه الأجداد الأولين تاع الجزائريين وتاع الشمال الإفريقي بشكل عام لم يكونوا مسيحيين ولم يكونوا يهودا، وإنما وقعت عليهم غارات واستعمارات من بيزنطة من طرف أقوام جاءوا من وراء البحار واستعمروا أناس كانوا وثنيين الأجداد، هم يستشهدوا لأنه عندنا إحنا نوع من الجزائريين كما دوناتيوس الأب دونا وسانت أوغسطين القديس أغسطين موجود. هذا جزء من التركيبة تاع الشعب اللي موجودة، ولكن الأغلبية الساحقة تدل على أن هذا الشعب هذا كان شعبا وثنيا. وثنيا. الدليل الروح القبور تاع القدومة. في تبسة وفي خنشلة وفي. اذهب حيث ما شئت. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف كانت تدير واحد الملتقى يسموه البعد الروحي للتراث الوطني الأمازيغي. كانت واحدة من أبرز المعالم اللي كانت تخرج في الملتقيات هذه أنه الآثار التي توجد في مقابر هؤلاء الأمازيغ القدامى أنها الشواهد اللي موجودة لا تحمل البعد العقدي لا المسيحي ولا اليهودي، وإنما تحمل هذا البعد يعني هذا من أباطيل الفرنسية، هذا من الأباطيل التي يجيبوا أباطيل وبعد ذلك يحاولوا يلسخوها بآلياتهم. وانت تعرف انه حتى الان حتى عن طريق الاعلام يقدر يجيب لك حاجات، ثم بعد ذلك يبقى يطرق حتى اكذب حتى تصبح الكذبه حقيقه، يصدق نفسه حتى بعد ذلك الناس يتوهمون انه ذلك الشيء موجود. فاذا خويا نوفل ونحن نتحدث على معاني الخير في المجتمع الجزائري، لا شك انه حقيقه شفنا في رمضان صور مدهشة. صور مدهشة لمعاني الخير والتضامن بين الجزائريين، وهي صور نتمنى أنه إن شاء الله لا تنتهي بانتهاء رمضان إن شاء الله، لأنه كما كان رب رمضان رب العالمين موجود في غير رمضان، وكما يوجد الفقراء والمساكين في رمضان فالفقراء والمساكين موجودين في غير رمضان، وأمرنا شرعا أن نتكاتف مع إخواننا وأن نتآزر، في المسلم أخو المسلم والمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا المعنى الجميل، هذا الصورة البلاغية اللي صورها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجسد الواحد هو الذي سنناقشه معك إن شاء الله سيدنا محمد زغداني. مشكور دكتور دائما على هذه الإفاضات الرائعة والالتفاتات النورانية، يعطيك الصحة الله يبارك لك. مشاهدينا الكرام، معنا التهاني وتبركات العيد رصدتها وجمعتها لنا زميلتنا سلمى مقبل. ايها بعد خير الأنام الطيب يا كل سيدة يا كل شيخ أوصبي، إن كنت ترجو رحمة
فزد في الصلاة على النبي. نقول لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية إن شاء الله ننهي رمضان بالعبادة والطاعة وبالأمن والسلام في بلادنا، ونهنئ كذلك هذا الشعب والأمة الإسلامية بالعيد، عيد الفطر، العيد الذي نقبض فيه الجائزة على الأعمال، على أعمالنا الصالحة إن شاء الله، ونكون متخاويين ومتحابين إن شاء الله في خدمة هذا الوطن. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والجزائر تصون القرآن الكريم، واليوم احتفلنا يعني بالحصة الختامية حصة تاج القرآن، وهذا تعبير من الجزائريين قاطبة على فضل الله على هذا البلد الكريم. إذ القرآن هو نبراس كل الجزائريين، وإن شاء الله رب العالمين بفضله ستخطو البلاد يعني هذه المرحلة لما فيه خير الجميع، ولما يتوقاه الشعب الجزائري من خير لهذه البلاد ومن استقرار وطمأنينة وأمان. تحية طيبة مباركة إلى كل متتبعي ومشاهدي قناة القرآن الكريم، ومن ورائهم جميعا القائمين على هذه القناة المباركة، أقول لهم من أعماق قلب يحبهم: عيدكم مبارك، كل عام أنتم بخير، بالصحة والهناء إن شاء الله، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. العيد عيدان، عيد اختتام هذه الدورة وهذا الفرح باختتام دورة تاج القرآن الكريم، وهذا الجو من الفرح، ومن خلال هذه الأجواء نزف تهانينا بمقدم العيد، عيد الفطر المبارك الذي نرجو أن يحل علينا وبلدنا أكثر رخاء وأكثر استقرارا وأكثر أمنا وأكثر تطلعا لغد أفضل إن شاء الله، وتقبل الله من الجميع. لكل محب للخير، لكل المسلمين، لكل البشرية، أقول عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، نسأل الله أن تكون سنة طيبة مباركة إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر المبارك، نسأل الله عز وجل أن يكون يوم بركة، وهنئ الأمة الإسلامية جمعاء، وهنئ الجزائر بهذه المناسبة الطيبة، وهنئ قناة القرآن الكريم وكل مشاهدي قناة القرآن الكريم على هذه المناسبة الطيبة. بمناسبة عيد الفطر المبارك، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، كما نسأل الله جل وعلا أن يجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين. وإذا مضى شهر رمضان فشهور السنة كلها عبادات، فالمؤمن عليه أن يكون ربانيا يعبد الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. تقبل الله منا ومنكم، وصح عيدكم، ومزيد من الأجر والثواب والمغفرة والعاقبة لأعوام مديدة وسنين عديدة بإذن الله عز وجل، والأمة الإسلامية كلها بخير وبوئام وسلام، ونتمنى الخير لبلادنا، ونتمنى الخير للشعب هذايا، وإن شاء الله ربي يجعلوا هذا العام إن شاء الله فاتحة خير علينا أجمعين إن شاء الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهل علينا هذا العيد السعيد باليمن والإيمان والسلامة والإسلام على بلدنا وجزائرنا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء، وأن ينزل الرحمات على بلدنا المبارك الكريم وعلى جميع أمتنا الإسلامية. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا، كل إنسان يوفيه مقاصده وحاجاته، وبارك الله فيكم، وكل عام وانتم طيبين إن شاء الله. مرحبا. نقول للأمة الجزائرية ولعموم الأمة الإسلامية: عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا باليمن والإيمان والخيرات والبركات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بمناسبة عيد الفطر المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيدا مباركا على الجزائر وعلى الأمة الإسلامية جميعا، وأن يعيده علينا إن شاء الله عواما عديدة إن شاء الله، والأمة الإسلامية كلها تهنأ بخير، ونسأل الله الأمن والاستقرار لبلدنا ولكل بلاد المسلمين، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، ويجعله إن شاء الله ثقلا في ميزان حسناتنا، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه في هذا اليوم السعيد المبارك. صح عيدكم، وكل عام وانتم بخير، تقبل الله منكم الصيام والقيام. إن شاء الله كل عام وبلادنا، كل عام وشعبنا إن شاء الله في ألف خير إن شاء الله. نتمنى للشعب الجزائري عامة وبخاصة قراء القرآن الكريم الذي نحن في لجنة التحكيم الخاصة بأحسن قارئ بالنسبة لتاج القرآن،
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع في ما يحب ويرضى. جزائر تفرح ديما وصحاعي. نهني القناة على هالحفل الرائع وعلى الجزائر بالشباب المميزين في قراءة القرآن. الله يحفظ الجزائر وعيد مبارك وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله عيد مبارك لكل المسلمين وكل الأمة الجزائرية وكل الجزائريين، وإن شاء الله ربي يعيد علينا هذا الشهر المبارك وهذا العيد يعني باليمن والبركات، وإن شاء الله كل الخير لكل البلاد والأمن والسلام للبلاد وكل الازدهار لهذه البلاد وهذا الشعب الجزائري المبارك. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله صيامكم، أسأل الله أن تعم الفرحة قلوبكم ودياركم والأمة الإسلامية. صح عيد كل الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية، عيدكم مبارك وعام جاي إن شاء الله يعيدوا علينا بالصحة والهنا. موالين النخل والتمرة صح عيدكم، البترول والغاز في الصحراء كل خير. صح عيدكم، صح عيدكم ناس الصحراء ناس النخلة والتمرة، الإبداع لما كان قديما. نشوف يعني هذه أنشودة ولا سميها ما شئت، خلات بصمة ديالها لما يكون عمل متقن مخدوم على أصوله ولات أصبحت علامة مسجلة وشغل ما تقدرش يأتي العيد وما تسمعهاش. فصحة عيدكم إن شاء الله دائما يا ربي، والجزائر في السلامة وفي عافية، ونتمنى لبلدنا إن شاء الله أن يسود فيها الوئام وأن يسود فيها التآخي، وأن إن شاء الله ربي يجمع كلمتنا ويوحد شملنا وأن ينزل علينا رحماته وبركاته وأن يحفظ هذه الأرض أرض الشهداء الطاهرة المسقية بدمائهم، كما كان يتحدث سادنا الخميسي هذه الأرض هذه كما اسمها مفدي زكريا مطلع المعجزات كانت الجزائر ولا زالت ولله الحمد، كان يقولوا لها مكة التوار وقبلة الأحرار. إن شاء الله دائما يا ربي يخلينا بلادنا عزيزة شامخة إن شاء الله، ونعتز ونفتخر بها يا رب العالمين. وكنا حكينا قبل ما نبعتوا فيتيال تبريكة العيد، قلنا على لتشبيه البليغ هذا ولا اللي تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجسد الواحد. نعم، احنا في الأمة الجزائرية دائما نعود نولو ونكرر ونحكو على الوحدة، والوحدة هي اللي تخلق من شأنها يعني تخلق الأمن الاجتماعي. نعم، يعني باش نبسطه بدرجة أكثر، يعني الناس لما يكونوا على قلب واحد يكونوا متفاهمين على كلمة واحدة ما كانش اللي يجي يقدر يخلط وإلا كذا، فيعرفوه إنما يريد بهم هذا ما وش حب لهم الخير. صح. فالمعاني هذه تاع العيد اللي هي يتوحد المسلمين، رانا كامل نخرج ونصلوا في وقت واحد ونهللوا في وقت واحد والناس تصلي والفرحة والسرور، كيفاش نستغلوها هذه دائما باش نثبتوا هذه الوحدة هذه في مجتمعنا والتلاحم والتكاتف. نعم، شكرا اخي نوفل، انا استسمحك فتحت نافذه. تفضل. عبر حسابي في الفيسبوك لنتلقى بعض التبريكات وبعض الكلمات التي فعلا بعد ما بدات الناس يعلقوا ونشرت الصوره صوره هذه الجلسه الطيبه فعلا حسيت باللي هنالك اناس يتابعون اولا ثم تاثير قناه القران الكريم، ولا انسب ذلك لانفسنا، احنا رانا ما الا كما يقال متكلمون، تأثيرها جدا. عفو، إنما نعم. هذا بكم وبمجهوداتكم وبتضافر جهود الجميع. صحيح، يقولوا يكوى يد وحدة ما تسفق. صحيح صحيح. أحد التعليقات أقرأها تقول: فخورة بكم، متميزون ذواقون، تأثيركم رهيب على نفوسنا في تهذيبها، نظرا لما من الله به عليكم من هيبة ووقار مصدرها تدينكم وتواضعكم وأخلاقكم، عيدكم مبارك من خلالكم عيد كل الأمة الإسلامية. نعم، نشكرها على هذا التعليق الرائع، وإن شاء الله كل مشايخنا إن شاء الله وكل صحفينا وكل الموظفين، نحن نعيش أسرة واحدة، هدفنا هو تبليغ هذه الكلمة التي أنطها الله عز وجل بلقابنا، يعني في قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يختار أي إنسان، كاين في الجزائر 40 أو 45 مليون، لكن الله عز وجل اصطفى استعملك واستعمل وأمن، وهذه نستشعر ثقة لأمانتها هذه الثلة وهذه الفئة، فنسأل الله عز وجل أن نكون بمقدارها. وإحنا كل ما نقرأ مثل هذه التعليقات إلا وتزيدنا وتشعرنا بالمسؤولية تجاه ما نقدم. صح، حقيقة هذا اللي يجعل دائما
قناة القرآن الكريم تحاول من سنة لأخرى شيخنا أنها تحاول تواكب الانفتاح الإعلامي، وتحاول دائما يكون المضمون اللي تقدمه أنه مضمون ثقيل، يعني دسم بالأفكار بالمعنى الحقيقي، وأيضا من ناحية الشكل والصورة والإبهار، لأن في عصر التكنولوجيا ونعود إلى ما كنا نتحدث فيه عن وحدة المجتمع والأمن الاجتماعي. نعم فعلا، حينما نتحدث عن الأمن الاجتماعي سواء في رمضان ولا في العيد، في رمضان العمل التضامني الضخم جدا، والذي أفتح قوسي أقول أنه فعلا ماذا كان يذكره أخي الخميسي من أنه الشباب الذين لا يفطرون حتى ساعة بعد ساعة الإفطار، أنا أقول أكثر من هذا. حدثني أحد رؤساء الجمعيات الخيرية قال لي افتحنا مطعم في منطقة من مناطق الجزائر العاصمة، فكان يتوافد عليها هؤلاء الأجانب خصوصا اللاجئون، فقال لي كنا نطعم في اليوم من 400 إلى 600، نصل في بعض الحالات إلى 1000. فالذين يشرفون على الإطعام يتناولون إفطارهم بعد صلاة التراويح، وهذا بشكل يومي، ما هوش قال يوم ولا يومين، بشكل يومي. ولم يكل ولم يمل هؤلاء الشباب في تقديم الخير، ولا أهل الخير في عطائهم لهذا المطعم لما رأوا من إقبال الناس، خصوصا إطعام الطعام من أكبر القربات في هذا الشهر الكريم. هذا شيء يثمن، هذه ميزة. نعم. لازم دائما نوقفوا عندها ونكرروها، ما يقولوناش انتوما وضلوا قتلتونا وجزائريين وحنا ماناش نقولوا شعب الله المختار، ولكن كل شعب عنده ميزه. نعم. حنا نعم. هذه الميزه لله الحمد، الجزائري ما يخليكش تموت بالشرف يا رمضان. يستحيل انك تمشي في الطريق تلاقي جزائري، انا بين قوسين كما قلنا اليوم راك نعاود فيها، رانا في دردشه، شفت يعني في اليوتيوب يعني فيديو قصير هكذا على تجربة واحد الأخ دار في إحدى الدول الإسلامية حتى لا أذكر الاسم، يقول وكأنه هو لاجئ، يحبسهم يقول لهم أنا جيت من بلاد بعيدة، يقول لهم أنا صائم هل ممكن أني نجي نفطر عندك في البيت؟ فكانت هناك بعض الاستجابات ما شاء الله يعني، ولكن ربما أنا واش لاحظت واحد حوالي 60% كانت لا، ونوري لك يقول له ده. فسبحان الله دخلت نقرا التعليقات، اغلبهم كانوا جزائريين يقولوا هذه يستحيل تصير عندنا في الجزائر، الاول اللي تلاقى به ياخذك غصبا الى بيته ويقول لك تفطر معايا، يعني الحمد لله. نعم اخي نوفل، هو بين قوسين ما دمنا في الدردشات، من بين ايضا المقاطع الفيديو المتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي هي قدوسيه صوم شهر رمضان. صح. ليس في الجزائر من أقصاها إلى أقصاها مطعم عمومي فاتح، ما عدا بعض المطاعم الموجودة في المطارات أو في الفنادق الخاصة بالأجانب، لأنه هذا أيضا مطلوب أنه نلبي احتياجاتهم احتراما لدينهم لا أكثر ولا أقل. فهذا أيضا من الأشياء المقدسة في بالنسبة لنا نحن كجزائريين. فأقول هذا التضامن الذي سعينا نحن أيضا من خلال جمعية أسرتي إلى نقله لأبنائنا، حنا كانوا معنا أولاد صغار من عمر 5 سنوات حتى الكبار، يعني مرورا بالسنوات العمرية كلها، وربما أنت شاهدت صلاح الدين حينما فات في حصة رمضان. نموذج رائع يعني. نعم، علاش تلك المرافقة؟ الهدف أصلا ليس المقصد هو إطعام الطعام، وإن كان هو تحصيل حاصل وتحصيل الأجر بإذن الله عز وجل، لكن المقصد كان غرس قيمة أنه الإنسان يبذل ويتعب ويشقى ليسعد غيره، لأن هذا الغير إذا أسعدته أنت الآن سيسعدك الله عز وجل بإسعادك هذا الإنسان في الآخرة. والمقصد هو نقل هذه القيمة. احنا ربما نتحدث دائما عن التضارب بين الأجيال والاختلاف بين الأجيال، فحتى يكون في هذا نقل التجربة من جيل إلى جيل وغرس القيم من جيل إلى جيل، مش منجوش في نفس في يوم ما. احنا الآن الحمد لله نعيش هذه الهبة من شبابنا، هذه الهبة لم تأتي من فراغ، جاءت في سنوات ماضية، كان أباء هؤلاء الشباب يعملون في جمعيات خيرية، يبذلون الخير، يعمرون من المساجد، يعلموهم يغرسوا فيهم هذه القيم، فجاء هذا الجيل، مستحيل يجي من فراغ. فهذا الجيل أيضا مطلوب منه أن ينقل التجربة لغيره، بحيث أنت وكلنا ربما عايشنا هذه التجربة، تلحق في وقت صلاة المغرب تكون قاطع، يعني برك مسافر، تقطع مدينة من المدن يقطعون لك الطريق، يمنعونك بهذه العبارة، قال ما تفوتش حتى تفطر وتمضي سبيلك، ماهوش مجرد لقيمات، لا تفطر فطور كامل، يعني دراع كما نقول، دراع ما كاش ماشي قال هذيك معليش تحب تدي ما تديش. لا عشتها دراع. صدقني عشتها شخصيا. انه شوف تروح للمستشفيات، وقد ذهبنا للمستشفيات تجد سبحان الله
حنا كجمعية تقول معليش حنا جمعية منظمين أنفسنا ودايرين برنامج وتروح للمستشفيات، لأنه كان خصوصا في وقت الاستعجالات ناس في أمس حاجة إلى يروحوا في الاستعجالات، ما وجد لهذا الحساب. فحينما تعطيه ذلك الإفطار يعني كأنه فتحت عليه فتحا عظيما. المرافقين للمرضى، الناس اللي رم جايين من بعيد اللي ما عندهمش أقارب هنا في الجزائر العاصمة أو في غيرها من المدن، حينما تأتيه في المستشفى فنجد أناس خواص ما عنده حتى انتماء لا الجمعية ولا غيرها، يجيب هو طعام ويبدأ يوزع فيه في المستشفى. تروح لمحطة الحافلات نفس الشيء، كاين شباب ورأيتها بأم عيني يجي عندهم دايرين شاحنة صغيرة فيها مجموعة طاولات وكراسي، يجي في الساحة تاع محطة الحافلات يبسط الطاولات والكراسي ويحط الطعام للناس والناس تفطر في رمضان. يعني هذه المظاهر التي في الحواجز الطرقات مع الدرك الوطني مع الأمن الوطني يوزعوا تلك اللمج والوجبة الخفيفة بالنسبة للذين هم في طريق، يعني شيء عظيم جدا لابد أن نحافظ عليه ونثمنه ونحسن التسويق له، خصوصا نحسن التسويق له لأنه للأسف الشديد في معظم القنوات صحيح يتحدثون عنه لكن بنسبة ربما 1% مقارنة بالبرامج التي يعني لا أعتقد أنها عندها لا صلة برمضان ولا صلة بالمجتمع الجزائري ولا صلة بثقافتنا ولا بديننا ولا شيء. فلابد أن نركز، يعني التسويق مهم جدا حتى نؤصل هذه المعاني في مجتمعاتنا، هذه المعاني التي تحقق الأمن الاجتماعي الذي نتحدث عنه كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. تصوروا معايا أنه الإنسان في شهر رمضان ما يديرش حساب إطلاقا مسألة الإفطار، سواء مسافر ولا مقيم راه في الطريق ولا في غيرها من الأماكن، راح هو متأكد باللي حينما يحين وقت الإفطار سيجد من يقدم له لقمة يسد بها رمقه، هو متأكد أنه في نهاية شهر رمضان سيجد حتى ولو كانوا أيتام وفقراء ومساكين، أنه في نهاية رمضان سيجد من يدق عليه الباب، مش هو يتنقل ويقدم له لباسا من ألبسة العيد ولا زكاة فطر ولا مال من الأموال التي يستعين بها. ما هو الشيء الذي يؤدي إليه هذا الفعل التضامني؟ أنه خلاص نعود في مجتمع عندنا ثقة بعضنا في بعض، عندنا نحس أنه كالبنيان المرصوص، فعلا دائما نكررها ولن نجد تعبيرا أفضل من تعبير النبي عليه الصلاة والسلام، تعبير الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أو بالسهر والحمى، أو كالبنيان المرصوص يشكو. وهي الأشياء التي من شأنها أن توحد المسلمين وتوحد كلمتهم، نعم. ومن شأنها أن تجمعهم ويجتمعون عليها هي الصلاة، ولهذا سيرفع الآن على مسامعنا أذان العصر للجزائر العاصمة وما جاورها من مدن. حان موعد أذان صلاة العصر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من أجره وتابه والمغفرة. إذن نعود نعود من حيث توقفنا، كنا نتكلم على هذا المعنى الجميل، معنى الجسد الواحد، اللي قلت أن هذه المعاني اللي رانا نتكلم عليها هي التي من شأنها أن ترسخ هذا المعنى. نعم. بالتضامن، بالتآلف، بأنك تحس بأخيك، أنك أنت تسعى إليه. هذا الشيء قال لك أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. نعم. نعم نعم، هذا المعنى المهم جدا الذي كنت أذكر، أنه اللي كل ما أحسنت كل ما زاد التضامن. والنبي عليه الصلاة والسلام حين يتحدث عن صدقة يقول الصدقة برهان. مليح أن نتكلمه ونتحدث ويعني نعمروا المساحات بالكلام وحتى بالكتابات، لكن الأفعال هي التي تدل فعلا على مستوى التزامك وتدينك وما تقول. فهذا يعني فرق، ولذا الله عز وجل ذم أولئك الذين يقولون ما لا يفعلون، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وهم الذين آمنوا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا العمل الذي نتحدث عنه، التضامني وتقديس شهر رمضان، أنا أقولها يعني بكل تواضع كما يقال، إحنا في الجزائر لابد أن نكون سفراء في هذا الباب. وقد رأيتها بأم عيني في موضعين اثنين. في الموضع الذي حدثتكم فيه منذ قليل، اللي هو احتضان هؤلاء أقول اللاجئين، إنما أقول هؤلاء الوافدين، هم مهاجرون، هاجروا من ديارهم لسبب أو لآخر. جميل. بسبب الحروب وبسبب الاستقرار. لطيفة. نعم. أحسن الوافدين أحسن. نعم. من اللاجئين. نعم. فكان هذا التضامن فعل فيهم فعل السحر كما يقال. يعني لأنهم وهم في بلدانهم لم يجدوا هذا الشكل من أشكال التضامن، فيجدونه في أناس لا تجمعهم معهم إلا هذا الدين ربما. نعم. اللغة ربما. نعم. أخواننا في مالي لا تجمعنا بهم لغة يحسنون. أخواننا في وسط إفريقيا. نعم. في أدغال إفريقيا ربما. نعم. لا يتقنون حتى اللغة العربية. نعم، وجدتها في هذا الموضع. وجدتها في موضع ثاني، والذي فعلا في خلال الجائزة الدولية للقرآن الكريم الماضية والتي شارك فيها 47 دولة، حينما كان هؤلاء المتسابقون من 47 دولة ومن القارات الخمس حتى من نيوزيلندا اللي هي راهي تابعة أستراليا، يعني من قاريا، حينما قاموا بالجولة جولة في الجزائر وتعرفوا على تقاليد الجزائر وتاريخ الجزائر من خلال يعني حسوا فعلا بالفرق الموجود. حينما لاحظوا هذه الملاحظة، أنه ما كانش لا مقهى ولا مطعم ولا إنسان يدخن خارج في الشوارع، ورأوا الناس كلهم يحترمون قدسية هذا الشهر. فعلا أحسوا أن الشعب الجزائري يستطيع أن يكون سفيرا بامتياز لشعيرة الصيام ولشعيرة التضامن فيما بيننا كمسلمين. وهذا اللي كان يقوله دائما الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى. نعم. كان يقول أنا دائما أؤمن أنه إذا أتت نهضة إن شاء الله للعالم الإسلامي واستوى وعود وقف هذا العملاق النائم اللي هو الأمة الإسلامية، أنه إذا انطلقت النهضة ستنطلق من الجزائر، لأن ما فيهاش الغلو أو التجاذب اللي راه واقع في العالم الإسلامي. الجزائريين يحبون أهل البيت. نعم. ويسمون أبناءهم وأولادهم بأسماء أهل البيت، فاطمة، علي، الحسن، الحسين، وأيضا هم من أهل السنة ويتردون عن جميع الصحابة ويحبون الصحابة يعني حبا جما. نسمي أبناءنا بأسماء آل البيت والاسم الشيهات. نعم. بارك الله فيك. هذا ما أردت أن أقول. هذه العبارة اللي قالها الشيخ الغزالي. نعم. رحمه قال يتسمون بأسماء آل البيت وليسوا شيعة ولا ينتسبون إلى الشيعة، وهم سنة، ولكن ما عندناش هذيك المغالات. ما عندناش نواصب. بالضبط. بارك الله فيك. ما بلاش حاجة واحدة أخرى. الله يرضى عليك. ياك سلكتنا. شيخنا أحسن شيرود، أيضا نبقى في هذه المعاني الرائعة لشهر رمضان اللي ودعناه أمس فقط، ونحن كلنا حسرى وفي نفس الوقت فرحون بهذا اليوم، يوم العيد المبارك. المعاني هذه الجميلة أيضا لسادة شهر رمضان اللي كانوا يتكلموا عليها الأساتذة الأكارم،
اللي دائما ترى أنها يجب أن تغرس في الناشئة، كما كان يتكلم أستاذنا زغداني قال كيف تغرس، يعني التعليم كما كان دائما يقول أستاذنا علي بوناب نوجه له التحية وعيده مبارك، التعليم وتربية الأبناء بالمشاركة، يعني أنت كيفاش تربي له، كيفاش تربيه يعني أو تنقل له خلق، يعني تشاركه وتخليه يشارك في هذا الفعل. وتكلم أستاذنا زغداني على تربية الأبناء، يعني خليه هو أيضا يخرج معك في فعل الخير، خليه هو أيضا يشارك في هذه الحملات التطوعية، حملات توزيع الأكل على الصائمين والإفطار على الصائمين. فألا ترى أنه أيضا هذا الشيء هذا يجب أن نقوله لأبنائنا ونشاركوهم، يعني ندخلوهم، خلينا ما ديك سياسة خليه ما زالوا صغير، خليه ما يصليش في الصف الأول يجوا الشيوخ يحاوزوه. على كل حال بكري الشيوخ تاع بكري أيضا كانوا شوية ديكتاتوريين، أنا نشفى الله ما يخليك تصلي في الصف الأول، يعني ما كاش، يعني الصف الأول يحرم عليك. فاحنا بحاجة إلى مشاركة الأبناء ودفعهم شوية، حتى لأنه الطفل كي تحسوا باللي راه راجل تنمي فيه نوع من من الشجاعة، يعني من الرجولة. الرسول يقول لك هو صاحبه، يعني لابد صاحبه ويلاعبه كذلك. عقلت أنه بد أن نسلم المشعل الأولاد، يعني واحد لما حس بكبر أولاده لما يعطيهم شيء من أخلاق من الصداقة يقولوا حطها بالمسجد، يديه المسجد ويعمك فلان روح شوفه ادي له أمانة، روح نديك الجدة كروح نديك الكذا، حتى يغلص فيه لأنه من بعده يصير ما كان عليه. احنا في المسجد بارك ذاك الصورة، يعني واقعك ما تكلم الأستاذ بارك الله فيه ذكرني، احنا في المسجد الإمام مستحيل يدير كل شيء وحده في رمضان ولا في غير رمضان، تفتح المجال للشباب هذا يمد التمر وهذا الحليب وواقفين وفرحين، تشوف خلية تاع نحل تقعد، هذاك يمد هذاك يسربي في الماء، هذاك يرفد في الساشي، هذاك يلمد في المسجد، هذاك يوقف في الناس يدخل يفتح في الباب يمسح في النافذة، الشباب صغار ومتعاندين حتى سبحان الله العظيم عندنا يعني فاق العدد يقرب 15 16 من خلية تاع نحل تمشي. لما تشوف هذا الصورة في بيت الله عز وجل تقول لك كان يعطي الله عز وجل على الشهر تاع رمضان، شوف تآخي تألف عجيب لا ترى في غيره، كما قال لك يعني لا تجي إلا في الجزائر حقيقة. يجي واحد يقول لك الشيخ أنا ما صليش الشيخ، ندخل نعاون، ادخل ادخل تعاون، يعني مرة تلقى تدخل معاه في المسجد، شوفنا احنا نطفو المسجد مثلا سيقناه برك يدخل من مرة من الطريق يقول لك ندخل معاك، ندخل بسم الله على بركة الله. حتى الأمهات في المصلى النساء ترى العجب والعجاب، ترى بعض الأفكار يعطوها لك حتى شبابنا، يعني مش الإنسان كل حاجة الإمام هذا مش على كيفاش أفتح المجال أترك الشباب مجرد يعاونوك يعطوك أفكار، ممكن يعطوك أفكار ما تعرفهاش، تعطي واحد الأفكار في المسابقات، واحد الأفكار عجيب. واحد اليوم الشيخ درنا فكرة برك يوم باش نلمدوا في رمضان أيام عام مضى وبقات السنة حتى بعض الناس تقلدونا فيها، ندير واحد القسمات صغيرة، أعطاه لي واحد إنسان يعني إنسان بارك الله فيه فكرة ندير يعني علبة تاع مثل نصرة القهوة ولا باطة علبة تاع طماطم ولا هكذا، ويشاركوا ونخلطوا فيها السكر فيها الزيت فيها نصرة النص كذا وخليه يخلط، ومن بعد نديروا قفعة خارج المسجد وأي واحد يشارك فيها الفقير والمتوسط والغني. قال نفذ واحدة، لقيت كيلو سكر جبنا كيلو سكر، لقيت باطة تاع طماطم جيب، لقيت الرطل تاع روز جيب، ومش كل ما يقدرش يرفد الرطل تاعو 5000 6000، ولات الناس تنافس شيء عجيب في هذه المقاهي في كذا. حتى واحد الخطره درنا يعني قفه رمضان خير عجيب منها، ديناها مع كان خالد يونس، دينا شاحنتين حتى في المسجد المستشفى بن مسوس وزميرلي، وزعنا حتى فضل يعني شيء كبير ما شاء الله. بهذه المبادره جات من واحد تخلي المقصوره قال لهم ديروا استحسنت، هذا الامر شيء عجيب. اذا عندنا افكار في شبابنا وعندنا طاقات، ما نخلوش ذاك الشباب اللي كنا نفهموا عليه تاع مش عارف كيف ما يعرفش مقطع سروال ودير منقاشه، لكن فيه انا ربما احيانا انها ان كانت يعني ان كنت لا تدري كما قالوا فتلك مصيبه، وان كنت تدري فالمصيبه اعظم. اذا كان عن جهل منا ان في فتره من الفترات قصينا ابنائنا وشبابنا العمل الخيري فهذه مصيبه، ما إن كان عن عمد فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم. نعم. أنت يعني هاد الأطفال وهاد الأبناء جيبهم لك، قربهم لعمل خير، يشاركهم، خليهم يحس روحه راجل، راهو يحس مسؤول، هذه تعطي له طاقة، تعطي له أنه حتى هو تربيه بهذا الفعل، حتى إذا كان ربما بين قوسين شوية مشاغب ولا هذا الفعل هذا من شأنه يعني يهذب نفسه. ولا الشيخ انا كنت رحت لواحد الحي كانوا قبل لي يعني في واحد تصادم عجيب يعني. تدخلت قوة الامن قبل لي
لحد الان لما تدخل الشباب وتشوفهم كنا نديروا افراح تاع عرس ننتقلوا العماره وطاب لا ونجيبوا زوج ايمه ويتكلموا الناس تسمع وتخاووا ولا شيء عجيب يعني تشوف هذا كانوا متصادمين متقابضين بالسيوف ومش عارف كيفاش ولا يتلائموا ويتحدوا في مسجد واحد في مصلى واحد ومن بعد هذيك افكار يقول لك يا ودي عندي الحي فلاني عندنا واحد مكفوف عندنا واحد هكذا ما يحتاج لما تقول وين يسكنك ما تسكن انت قال لك بالحي هذاك اللي كان متخصم والاخر كيف كيف وتلمدوا والله في شعبنا فيه ما فيه ولكن على الانسان كما قلت ان يفتح المجال ان يسعى معهم يقوم يصوب بعض الامور بك اللي هو ما يعرفوش امور تاع الدين ولكن كلها على الفطره على هكذا بنيه الله تبارك وتعالى ترى العجب والعجب وحنا عشنا في المسجد هذا الامر مع الامهات يعني امهات تجيني امراه عجوز تقول لي الشيخ ادعي لي والح للمصلين يدعوا لي 60 سنه فاق 60 سنه تقول لي استاذ رحت لمكه نستقرا القران نشد المصحف ما قدرتش نقرا تبكي قالت من لما نروح للجزائر لازم نواصل ونقرا القران ولازم نقرا وندخل المحفوظ الاميه ونبذل مجهود 70 سنه و60 سنه مريضة من رجليها الشيخ راهي في 30 حزب وتقرا سبحان تقرا وتبكي رمضان هذا تقول لي دائما ادعي لي بان قبل ان متوفني ربي اختم القران الكريم هذه الطاقه هذه العقيده كما نقولوا يعني كما قال عمر اللهم ارزق الايمان العجائز هذه الطاقه اللي هي عندها 60 70 المفروض تشد السبحه وتقعد قالت لك لازم نحفظ القران ما عندها حق العجيب احنا اولادنا قادر يصنعوا يبنوا بجدهم هذه بلادهم ولما هذا ارضهم هذه طينتهم كما قال الشيخ معجونين بها هي ارتباط بالشهداء وما الى ذلك فهذا التضامن فهذا التآخي فهذا التآلف ديننا يقول عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد فنرجو ان نكون الى دين مثل ذلك ان شاء الله امين يا ربي يدوم علينا دائما هذا الروح هذه الوحده هذه الاخوه هذا التضامن هذا التآلف هذه النعمة نعمة الوحدة نعمة الأمن هذه النعمة اللي صحيح كما كانوا يتكلموا الأساتذة الأفاضل لأني أعلم أنهم يتكلمون على علم وزاروا العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية ولما شافوا ربما في دولة مسلمة واحدة يعني ناس فاطرة وناس صايمة وناس على مذهب وناس على مذهب هذه احنا هذه النعمة يجب أن نستشعر بها أن من الله علينا لنا شعب واحد لنا دين واحد ورب واحد ونبي واحد وعادات واحدة فربي دائما إن شاء الله نسأله تعالى أن يدوم علينا وحدة الكلمة ووحدة الصف وأن يرد كيد من أراد ببلادنا شرا في نحره يا رب العالمين إن شاء الله دائما نبقى متسامحين ومتغافرين ونتغافر على بعضنا ومعنا موضوع لسميرة سعيدي زميلتنا سميرة سعيدي عن التغافر فاصل إنشادي يا خلاص صوفيان أراده فاصل إنشادي بعت لنا وصلة إنشادية يا شيخ صوفيان أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وأمس دعائي أدعو وأمس دعائي بالدموع ندي مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحذر طمعك لا إله إلا الله
وذر طمعك نورك الله به كن مشرقا واترك الكل وحذر طمعك بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في فضاء العيد واحتفالية العيد وفرحة العيد وجو العيد. إن شاء الله يا ربي يعيد علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات بإذن الله، والجزائر كل عام عزيزة شامخة يا رب العالمين، وكلمتها موحدة وصفها واحد إن شاء الله. ونسأل الله تعالى لكل آبائنا وأمهاتنا الصحة والعافية. وبهذه المناسبة الكريمة أتقدم لوالدي بخالص التهنئة والتبريكات بالعيد، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، الوالد والوالدة والزوجة والإخوة كلهم وأعمامي وإخوالي وكل عائلة عبدوس وأبناء الحي ولكل معارفنا إن شاء الله تعالى، وجيران جيران أقدر باش ما يزعفوش علينا شيخنا. إذن نتحدث شيخنا زاز الخميسي عن الموضوع اللي دائما نحن فيه، فربما هذا موضوع الوحدة وموضوع توحد الكلمة، هو حديث ذو شجون كما يقولوا، له عدة معاني ويطول الحديث عنه، ولكن ما هي أبرز الأمور اللي لازم نعرفوهم أنه هذه الأمور اللي يجب علينا لا نترك لمن يريد بنا شرا أو يفرق كلمتنا أو يتخذ مدخلا يدخل منه
لازم الشباب تاعنا يعرف بعض الامور ويفرق كيف يفرق بين هذه دعوه هدامه وهذه دعوه تريد له الخير، يعني سواء جات من الداخل ولا من الخارج. صحيح. لانه انا رايي الشخصي ولا الزم به احدا، انا ما عنديش هذيك الحساسيه المفرطه انه كل ما ياتينا من خارج الجزائر انها هي دعوه هدامه، قد يكون الخونه بين ظهرانيك كما كانوا مع رصاص لم المنافقين، حركه النفاق كانت في المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاتش من كما الحركه في زمان إيه كما الحركه الله يرضى عليك، ما جاتش من العراق ولا من خراسان ولا. صح. بارك الله فيك خويا. الله يبارك فيك. شوف الحاجه الاولى اللي لازم ننتبه اليها هي ان الوحده وحده الصف هو هي الخلقه السويه التي اوجد الله عز وجل عليها الناس اول مره. كان الناس امه واحده، كان شيء محذوف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فاختلفوا، فجاءوا الانبياء حتى يردوا الناس الى الاصل الاول الذي كانوا عليه، وهي القرون الاولى التي عاش فيها ابناء ادم متحدين متناغمين، ثم جاء الانبياء بعد ذلك ليصلحوا هذا الفساد، لأن الأصل عند رب العالمين الأصل في الكون هو الصلاح، هو الصلاح والانسجام والجمال، أما الفساد والبغي فهذا طارئ، ولأجل هذا حركة الإصلاح هي محاولة إرجاع الأمر إلى نصابه. بارك الله فيك. رب العالمين جعل الملهم لهذا الإصلاح هي رسالة الرسل والأنبياء، هو هذا الوحي. لا يوجد يا أخويا نوفل، لا يوجد يا إخواني الجزائريين، لا يوجد شيء يمكنه أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا إلا كلمة الله. شو كلمة رب العالمين تذوب معها كل دعاوى عشر يمكنها أن تحاول أن تعترض طريقنا، كل دعوة عشر تحاول تعترض طريقنا الذي يمنعها من أن تفعل فعلتها فينا هي كلمة الله، هي الاستقامة على منهج الله. لما نعلي كلمة رب العالمين فينا في أنفسنا فإن كل دعوة بعد ذلك تذوب. وشوف القرآن الكريم وهو يتحدث عن الأمة الواحدة وش قال، وأن هذه أمتكم وأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، مرة فاعبدون ومرة فاتقون. معناه إذا أردتم أن تظل كلمتكم واحدة وأمتكم واحدة وصفكم واحد فاعبدوا الله عز وجل واتقوه، بما بأن نشيع هذه المعاني التعدين في الأمة، وإلا فإن أعداءنا يتربصون بنا وينتظرون أن يفرقوا هذا الصف، لأنه لما يتفرق ومن الصف حقهم قيم هذه سوبر كما انت تكون تلعب في مقابله انت كي تكون تلعب في مقابله ما تلومش الفريق الخصم اذا سجل لك اهداف، هو راه يلعب الدنيا تركيبه الدنيا سنه التدافع، الله عز وجل لما خلق الدنيا خلق بعد سنه التدافع، انت عليك ان تعد لهم ما استطعت. وعلى هذا القران الكريم يحذرنا، يقولنا ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم. ما كانش حاجه تقدر تكسر أمة مهما كانت قوية قد الفرقة التي تحدث داخلها. الآن من يحدث هذه الفرقة؟ الفرقة لش كأنه عدو متربص عن طريق أفكار، عن طريق دعايات، عن طريق أي شيء سميه وش حبيت، ولكن مثال المدينة الذي ذكرته مثال قوي جدا، مثال طابور الخامس أخويا نوفل. مثال طابور الخامس هذا 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 مثال قوي جدا، ولأجل خطورة ذلك الطابور الخامس، لأجل خطورة أولئك الناس الذين كانوا يعيشون وسط المسلمين ويصلوا معاهم يصلوا معاهم ويذبحوا معاهم ويذبحوا معاهم ويخرجوا معاهم الجهاد ويحاولوا يثبطوهم ويحاولوا يرون الهزيمة تلحق بهم، ولكن يديروا حرب نفسية وبنوا لها مسجد. نعم وبنوا مسجد دارهم. أنا جاي أيضا عند قضية المسجد، قلت لأجل هذه الخطورة رب العالمين يقف 26 موضع عند هؤلاء الناس 26 مرة، والقرآن الكريم يتحدث على النفاق وخطورة النفاق الذي يحدث داخل الصف المسلم مخافة تحذيرا
من 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 الخطر الداخلي الذي يمكنه أن يتبناه بعض الناس. بعد ذلك الأسباب تختلف، ما يهمش الأسباب. شوف في مجملها واحدة من اثنين، حاجة من اثنين لا يمكنها أن تخرج عليها مهما تعددت. شوف يجيبوا لك الفلسفات كل لا تخرج عن واحدة من اثنتين، إما الهوى الهوى إما الجهل. ثلاث حاجات صح ما تقدرش تخرج. هوى يحب المال، يحب كذا، يحب كذا، أو إنسان لا يعرف الحقائق، لا يعرف الحقائق، وتجده أحيانا يقف قاطع، يمشي وخلاص، يوقف في الصف اللي ما يلزمش يوقف فيه. بارك الله فيك. نعم. يقف أحيانا بسبب عدم معرفته وعدم تبيونه لحقيقة الواقع والميدان، تلقاه وهو يريد أن يذود على بلاده وعلى دينه وكذا، تجده يقف في الصف الخطأ وقد يردد دون أن يشعر هذا الأخطر، وقد يردد دون أن يشعر أن يردد كلاما يقوله هؤلاء الناس. ولا تعجب أخي نوفل، فقد ردد بعض صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام رأس المنافقين، وتحدثوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأقيم الحد في ثلاثة من الأصحاب. حد القذف وقم في ثلاثة من الأصحاب، الذي تولى كبره ظل مختفيا ولم يقم عليه الحد لأنه كان من المكر، بحيث ما ظهرش في المشهد. ولكن مصطح ثابت والأخرى أخت زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدثت حمنا تحدثت بما لا يمكن أن يقال. فقد نتحدث أحيانا بأشياء إذا لم نتثبت هي من صميم الدعاية المغرضة التي يمكنها أن تتهدد الدين والوطن. فمهم جدا أن يكون عندنا هذا الوعي الكبير جدا. وهؤلاء الناس وصل بهم المكر أخويا نوفل باش الناس تحذر، يقول لك لا راهي دعوة إن أريد إلا الإصلاح. يا وبليس لما جاء آدم باش يخرجوا من الجنة قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف بلغض الإيمان باللي راهو جاي باش ينصحهم، وقال لهم راني حبيتكم غير تخلدوا في الجنة، هذا علاش جيتكم أنا وفرعون وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فإذا مهم جدا أن ننتبه إلى الكلام الذي يقال، حتى وإن حملا شعار جميل، حتى وإن حملا شعار براق، حتى وإن حملا دعوة للتجديد، لإحداث تغيير، لإحداث كذا، ننتبه إلى حقيقتها وإلى عمقها. هل هي حقيقة تهدف إلى ذلك الهدف ولا حب حاجة أخرى؟ وناس حاولوا أن يبنوا مسجدا، بل بنوا مسجدا، مسجد يا صاحبي، مسجد تتصور أنت هذا الرمزية هذه بيت الله، ولكنه لم يكن لله بيتا، وإنما كان مسجدا ضرارا، وإنما بني إرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولأجل هذا هدمه النبي صلى الله عليه وسلم ونقضه. لما؟ لأنه ظاهر أنها دعوة إلى رفع بيت من بيوت الله، ولكن الحقيقة كان مكر ودهاء خبيث جدا، المراد منه النيل من صف المسلمين. هذه إشارات، هي الحركات التي اخترقت المسلمين طيلة ظهور الرسالة المحمدية منذ أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. كانت دائما هذه الحركات الملتوية التي تظهر ما لا تبطن، صحيح، مثل صح. حركة النفاق اللي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حركة الزندقة الذين صحيح. أسلموا وهم يخفون الكفر والعياذ بالله ويظهرون أنهم مسلمون، وغيرهم الحركات الباطنية اللي تعرف بالحركات الباطنية أيضا، من بعد ولات الآن أصبحت مؤسسات مخابر تصنع، صحيح، الآن أصبحت الآن مؤسسات، وإحنا في زماننا كما قال لك القومية والحركة ومن شكلهم ولكن الآن أصبحت مؤسسات ومخابر قوية جدا، هي التي تحاول أن تصنع مثل هؤلاء الناس، وتحاول أن تسير الناس من طرف خفي بحيث لا يستطيع أن يدرك بأن هذا المسجد مسجد ضرار، وبأن شعار الإصلاح إنما هو دعوة للإفساد وللتكسير وللهدم. هذه من يدركها؟
يدركها، قلت لك في البداية الجهل، يدركها الإنسان العالم المتبصر، يدركها الإنسان الذي يستطيع أن يتحكم في هواه ويجعل ولاء لدينه والبلاده. فإذا الحديث على طابور الخامس هذا حديث مهم جدا أخويا نوفل، وهو يحتاج إلى وقفات إن شاء الله تعالى، وهذا بفضل المخلصين والفاعلين. وأنا اعتقادي دائما أنه المقولة اللي كان يقولها الإمام مالك وقالها في الموطأ تاعه ولكنها تصلح لكل شيء، هذا ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل، وأما الزبد فيذهب جفاء، وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأله الله العلي القدير أن دائما يديم علينا وحدة الصف والكلمة. كل عام وانتم بخير وصحة عيدكم هذه المرة 30، ونترككم مع هذا الفيتيار لزميلنا إبراهيم بوضياف الذي نقل لنا تبريكات طلبة معهد حادي الأرواح. زودنا في حماك جود يا محمد يا طاهر، يا بحر التعظيم والفضل رسول الله. زودنا في حماك جود يا محمد يا طاهر، يا بحر التعظيم والفضل رسول الله. صح عيدكم الكامل الجزائريين والأمة العربية والأمة الإسلامية إن شاء الله. في هذه القاعدة الزينة إن شاء الله راح نسمعكم أنشودة بصوتي إن شاء الله. صلوا على نبينا المصطفى طه، نبينا هو خير المرسلين ابن عبد الله. صلوا على نبينا المصطفى طه، نبينا هو خير المرسلين ابن عبد الله. بمناسبة نهاية المسابقة ونهاية الدورة يعني راح نتفرقوا، نقدم شكر للوالدية والكامل الأصدقاء اللي ساندوني وكامل الأحباب اللي راهم يتابعوا فينا، ونقدم شكر كذلك لقناة القرآن الكريم اللي هي يعني هي اللي كان لها الفضل بعد الله عز وجل اللي جمعت الشمل تاعنا هذا، وإن شاء الله نروحوا كامل إن شاء الله سلامات. نقدم لكم أنشودة ونقدمها لخاوتي اللي معايا إن شاء الله. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن مروا علي كرام. نحن على مشارف نهاية مسابقة حادي الأرواح، ونحن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان. نقول لكل إخوة ولكل الأشخاص اللي يتابعونا في المسابقة، نقول لهم بارك الله فيكم وربي يتقبل منهم إن شاء الله، وعيدكم مبارك وشكرا. زينوا نهار اليوم صح عيدكم، زينوا نهار اليوم مبروك عيدكم. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام.
حبيبنا محمد عليه السلام. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع، قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع، ورضى بقضاء الله إنك لله راجع، ورضى بقضاء الله إنك لله راجع. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. يا قلبي ثق بالله فهو المعطي المانع، 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 قضاء الله إنك إليه راجع. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام، حبيبنا محمد عليه السلام. عودة بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا فضاء، فضاء التهنئة بيوم العيد وفرحة العيد. وصلنا ربما لختام برنامج فرحة العيد لهذا اليوم. إن شاء الله لكم موعد غدا في نفس التوقيت في اليوم الثاني للعيد مع ضيوف آخرين وفقرات أخرى بإذن الله تعالى. في الأخير شيخنا حسن شيرود، مش نقدر نقوله كلمة جامعة شافية كافية لكل النقاش اللي دار هنا والنصائح اللي يمكن أن ترسلها في هذا اليوم لنا احنا تعظنا بها احنا والمشاهدين الأكارم؟ أنفسنا أول يعني كما كان يقول المشايخ يعني أن نتحد نتآخى نتآل في هذا اليوم المبارك، وكنا في مدرسة ربانية روحانية قرآنية رمضانية، نظن مازالت في كذا فينا الأخوة فينا ذك الرحمة لأن عشنا هذه الأيام المباركة، هذه الشحنة الإيمانية استفرغ فينا بيننا، نتآلف نتصافح نتآلف نتآخي نعفو عن بعضنا بعض، نديروا هكذا بقلش تاعتي وحلوة مع الأسر وحدي مع والديه مع أهله مع جيرانه مع أحبابه، حتى نعيش هذيك الذوق تاع العيد بمعنى الكلمه ونعيشوا اللذة الحقيقيه تاع العيد الذي اراده الله واراده الرسول صلى الله عليه وسلم واراد منا الاسلام ان نحيي هذه اليوم هذه الشاعره وهذا الترابط بين المسلمين. وحنا سبحان الله العظيم احنا كانوا بكري زمان يعني جدودنا اكبر ما يخرجوا من الجامعات ولا من شيء، ولكن كانت فيهم هذو احنا من مسجد من صلاه العيد يقولوا يعرج جدي نشفلوا عند العائله الفلانيه، ومن بعد باش يجي 100 ولا عائله ولا اسره كبيره هو شيخ كبير، ومن بعد يجي للدار يجوه البعاد وكذا وما الى ذلك، ما قرا ما والو يحفظ 30 حزب ربع حزب، لكن كان فيهم واحد شيء عجيب في يمد لنا واحد الصوره واحد النماذج هكذا عبر وحنا صغار شيء عجيب. هذيك نقصت شويه لكن عندنا امل كما كان الاستاذ الشعب هذا فيه خير وفيه طينه طيبه، دم الشهداء مسقي منها تعود هذه اللحمه وتعود هذه اللبن وهذا التاخي بمناسبه كما هذه فرحه عجيبه انه غير لمن اراد ان يتغير حقيقه. في الختام قلت لي نحيي الوالدين يعني مازال هذيك هذا ديننا يعني قلنا الاخوه هذه مطلوبه الانسان ان يستغل هذه الفرص المباركه ان شاء الله. نشكر شيخنا حسن شيرود شيخنا ايضا استاذنا محمد الزغداني. في الاخير كلمه ورساله ولا تقرنا تحايا معليه وهي مشاركه المتتبعين لقناه القران الكريم حقيقه نوجه لهم التحيه هي أيضاً. جديره بان تكتب بما ذهب كما يقال. نقرا مشاركتين. أسيل تقول من تجرت تقول نقول لكم صح عيدكم ودامت جمعتكم وتحية خاصة لكل طاقم العامل في قناتنا المفضلة الراقية بامتياز، دمتم على درب السائرين لتنورونا ورفع راية الإسلام عالية. تحية خاصة لنوفل ومحمد أمين وكل أساتذتنا الكرام الله يبارك كلهم باسمه. سليمة تقول أتقدم إليكم أساتذتنا الأفاضل ونحن في عيد الفطر المبارك بأحر التهاني
تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام والأعمال وإعاده علينا بالخير واليوم والبركات. رمضان شهر الخيرات، ونحن الجزائريون مفطورون على حب وفعل الخير، ناهيك في هذا الشهر الفضيل، لذا تعددت الصور التضامن والتكافل وتتجسد في أجمل وأرقى صوره ومعانيه، تزاد وضوحا بمرافقة قناتنا الطيبة المباركة ببرامجها المتميزة الرائدة، ونحن نستضيفكم في بيوتنا ككل مرة، تنورون العقول والقلوب بالكلام الطيب والحديث الشجي، حفظكم الله جميعا وزادكم من فضله. زيدنا زيدنا بيتا من الشعر. نعم، البارق يقول أعجبني قصة تلك الشباب الذين يحملون طاولات وكراسي في شاحنة صغيرة يذهبون بها إلى محطة المسافرين ثم يبسطونها. الله الله، أدام الله علينا الأمن والاستقرار. وفعلا هو هذا فعل يعجب، والذي يعجب أكثر منه أن يساهم فيه الإنسان. احنا ديما نحبوا الخير ونشوفوا نحبوا الناس يديروا الخير، لكن أقولها الخير سهل متيسر، ما الإنسان غير يمد يده وسيجد أناس إن شاء الله يرافقهم ويرافقونه في هذا الخير إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله احنا دائما ثقتنا قلنا في أبناء هذا الوطن، لأنهم خرجوا من أصلاب طاهرة، يا أصلاب الشهداء، أصلاب الرجال. الجزائر هذه طالما كانت مقبرة للأعداء وأي غازي أراد بالجزائر شرا، كانت دائما محضن لكل الشرفاء، لكل الثوار، لكل النزهاء، لكل الشرفاء اللي يحبوا الخير. دائما الجزائر كانت تفتح لهم أحضانها. أما من أراد بها شرا يجد قبره يستنى فيه إن شاء الله. إذا سمحت نضيف رسالة دي وصلتني في الخاص، إن كان تشير إشارة رائعة جدا لتثمين ما بذله الآباء الأمهات، سأتحدث عنهم أخوي الخميسي أكيد. تحية صح قال لي هذه لازمنا ما ننساوها. تحية لأصحاب الكوزينات. أنا أريد أن أتحدث عن الآباء من خلال ما وصلني. يقول هذا الذي أرسل لي هذه الرسالة: الرجل الذي أنفق على أهل بيته في شهر رمضان أطعمهم وكساهم، اللهم أطعمه من ثمار الجنة وألبسه فيها حريرا حرم عليه في الدنيا. آمين. يعني دعاء رائع، دعاء رائع فيه تثمين لكل ما بذله هؤلاء الأباء. وتحية لكل إخواننا الذين تواصلوا معنا عبر صفحة أستاذنا محمد زغدان. إحنا أيضا بدورنا نقول لهم عيدكم مبارك وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ربي يعودوا عليكم وعلينا بالصحة واليمن والبركات. شيخنا أيضا بزاز الخميسي، قبل ما نعطيكم تقولوا كلمة تحايا العيد وتهنئة العيد لأهليكم وأحبابكم، أيضا كلمة عن ربات بيوت. أنا حبيت نقول هذه الكلمة هذه في إطار تثمين الخير اللي موجود في المجتمع. أخويا نوفل، في كثير من الأحيان الخير أمامنا ومظاهره جلية، وأحيانا نغفل عنها أو لا نعطيها ما تستحق. وفي هذا الصدد أنا أحيي ربات البيوتات، نحيي النساء اللائي مكثن شهرا كاملا وهن في المطابخ يعددن أنواع الأكلات لهؤلاء الصائمين والصائمات باش يجتمعوا على مائدة رمضان. تحية كبيرة جدا لهذا الجهد اللي هو عند رب العالمين يكتب بالأجر والثواب الجزيل. ونطلب من كل الناس أن يلحظوا هذا الجهد وأن يثمنوا. خسارة أنه الإنسان تمر عليه 30 يوم وهو يرى هذا التعب ثم بعد ذلك لا يلتفت إليه لا بشكر ولا بإكرام. صحيح. فمهم جدا أننا نحس هذا الجهد أخويا نوفل، وأن نشعر به وأن نذكره فنشكره بألسنتنا، وكما قال أخويا محمد عن طريق هذا السائل هذا، وأن تمتد أيدينا إلى جيوبنا فتكرم من أكرمنا. وهذيك الزوجات وما يلقاها الا ذو حد عظيم. هذه اشكر اساتذتي الافاضل. في الاخير شيخنا تهاني العيد، انا نعاود ونجدد لك التهنئه بالعيد. ربي يتقبل منا ومنك صالح الاعمال، وكل عام وانت بخير ان شاء الله. كل عام وانت بخير. والله انا التهنئه بداوها من العالم الواسع، ونجي تهنئتي الى العالم الاسلامي اجمع، لنسال رب العالمين ان يعزه وأن ينصره إن شاء الله تعالى.
وتهنئتي بعد ذلك إلى الجزائريين والجزائريات جميعا دون استثناء، ثم تهنئتي إلى العائلة وإلى كل من أعرف من إخواني وأصحابي وأخواتي اللي عرفتهم في حياتي، وتحية خاصة إلى زوجتي وإلى أبنائي جميعا وإلى كل من أعرف. ربي قدرنا إن شاء الله أن ندير الخير في حياتنا، آمين، وأن نعطي المثل لمن يعرفنا كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام، ربي يجعلنا إن شاء الله أئمة للمتقين إن شاء الله. آمين يا ربي إن شاء الله، وأنت ممن نحسبهم كذلك ولا نزكي الله يا أحد. أستاذنا أستاذ الخميسي سيدي محمد زغداني أيضا تهنئة العيد، وأنا أيضا نجدد لك بدوري، كل عام وأنت بخير إن شاء الله، ودائما ربي يخليك معنا في قناة القرآن الكريم بطلتك البهية. ربي يحفظك بارك الله فيك. هي من أعينكم يعني العفو. الإنسان الذي عيناه جميلتان ترى كل شيء جميل إن شاء الله. فيك. أنا أبدأ بتحية خاصة وتهنئة خاصة لطاقم قناة القرآن الكريم كله، هذا راية الإعلام الهادف الذي يدخل كل بيت دون استئذان، ونسأل الله عز وجل أن نكون دخلنا هذه البيوت بخفة ظل كمان إن شاء الله يا رب، وعلى رأس هذه القناة الحاج عوادي الذي نسأل له الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجل من غير آجل، وأن يرده إلينا سالما غانما إن شاء الله. إلى الأمة الإسلامية ككل التي تحيي هذا اليوم الطيب في هذه المناسبة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يوحد صفها ويجمع كلمتها وأن يدحر عدوها. إلى جزائرنا الحبيبة التي نسأل الله تعالى أن يديم عليها الأمن والأمانة والاستقرار، وأن يرد عليها كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن كل كائد يرد كيده في نحره بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم إلى أسرتي الصغيرة، إلى أبنائي صلاح وسيف وغادة وأميرة، إلى والدتي إخواني وأخواتي، إلى كل المشاهدين والمشاهدات، كل الأهل والأقارب الذي نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه المناسبة الطيبة أعواما عديدة وسنوات مديدة، وكل ينعم بالصحة والعافية والإيمان بإذن الله سبحانه وتعالى. يا رب أمين. بارك الله فيك السيد محمد زغداني. سيدنا أحسن شيرود أيضا في الأخير تهنئة، ونجدد لك التهنئة، كل عام وأنت بخير إن شاء الله، وربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات يا رب. جميعا وأنت كذلك، يعني عيد مبارك لك وللأسرة والعائلة كذلك. أنا أحب بالمناسبة الوالدين الكريمين علي يعطى الله في أعمارهم، عندي الأم رضا ربي يشافيها في هذا العيد المبارك وشافي مرضى المسلمين، وأحيي كذلك الإخوة الكرام يعني أخواتي وأخياتي كذلك والجيران وأهل المسجد مسجد عبد الحميد بن مديس في بركة جميعا بدون استثناء. وللعالم الأمة الجزائرية بأكملها نعود في أمن وأمان وسلم وسلام إن شاء الله، وللعالم الإسلامي قاطبة، وأن نكون من أهل الخير والفضل، تقبل الصيام والقيام بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك شيخنا أحسن شيرود. نحن أيضا بدورنا نوجه تحية قناة القرآن الكريم نيابة عن مدير القناة الحاج محمد عوادي أيضا الذي نتوجه له بالتهنئة، ونتمنى له الشفاء العاجل وأن يمد الله بالصحة والعافية، ولكل زملائي في قناة القرآن الكريم والذين شاركوني اليوم هذا البث، ابتداء من الواقفين رجال الخفاء من المخرج يونس ميسيلين، كان في مساعة الإخراج صوفيان ديب، كان في الصوت بوعاصم، في هندسة الصوت بوعاصم توفيق، كانت أيضا في الواقفة على البلاطو هذا الزميلة حسينة، في أيضا ذكروني يرخى وأنا ننسى نعم في الـ في الـ في الكاميرات محمد يدو، ومن أيضا يزيد مراد الكل، وأيضا محمد، وأعيد التحية والتهنئة للوالدين الكريمين ربي يطول لهم في عمرهم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، وإلى الزوجة وكل إخوتي وأبناء حيي وكل من أعرفهم وكل العائلة والأقارب، ربي يعودوا علينا إن شاء الله بالصحة. ولنا ما زال معنا موعد غدا بإذن الله تعالى في نفس التوقيت، تقبلوا تحياتي، تحية كل فريق العامل معي، صحة عيدكم. السلام عليكم.